اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ محمد القوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله يا كابتن. كله تمام؟ كله تمام الحمد لله. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ خالد الاتيبي. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن سلام؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام كله كويس الحمد لله. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا عبد؟ ازيك يا كابتن؟ اخبارك ايه؟ انا عايز اقول لك شابوه على الحوار بتاع اوجستي. حوار ممتع كان كويس بصراحة. جدا الحقيقه جدا ناس، انا قعدت قدامه بصراحه. هو راجل جميل جدا ومدير فني رائع الحقيقه. لا ومش سهل يا كابتن ان برضه حضرتك كنت لعيب كوره انك تحاور واحد عنده عقليه هاديه ومتزنه ومرتب افكار كويس جدا ومدرب باسكت على اعلى مستوى. هو الحقيقه ما كانش بيطلع منه الكلام بسهوله. فبجد بجد بجد انا وقفت قعدت قدام التلفزيون بتفرج ما اتحركتش. ربنا يخليك. شابوه بجد يا كابتن. خصم منه 5 دقايق يا كابتن. اخصم منه 5 دقايق. ماشي خصمنا 5 دقايق. وايضا ناقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محمد ابو علي. ازيك يا ابو علي؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ منور الدنيا. ربنا يخليك يا حبيبي. استاذ محمد خليني ابدا ببكره. بكره ان شاء الله في حفله النادي عامل حفله، مجلس اداره النادي الاهلي عامل حفله لعرض ما تم خلال 4 سنوات. يعني هي حاجه زي كشف حساب، يعني طبعا شيء جميل من الكابتن محمود الخطيب. يعني مش كتير انك تلاقي ناس تطلع تقدم كشف حساب وان بحاسب نفسي بنفسي وبقول انا عملت ايه وبقدم لكم كل التفاصيل كحساب ختامي انا اللي بقدمه بنفسي للناس وللجماهير ولاعضاء النادي والمجلس ادارتي وللي جايين. فالحقيقه حاجه جميله جدا من كابتن محمود الخطيب وحاجه محترمه وبتعبر عن القيم والمبادئ الموجوده في النادي الاهلي وبتحقق المبدا بتاعه اللي هو تاريخ وتطوير ومبادئ. اتكلم عن تاريخ النادي الاهلي وازاي نجح في تطوير النادي الاهلي. كابتن محمود الخطيب اكيد هيكشف لنا عن اللي حصل في ال4 سنين دول بالكامل. حصل نقله كبيره جدا في النادي الاهلي على المستوى الاجتماعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الرياضي، على كل المستويات. الحقيقه النادي الاهلي عمل قفزات كبيره وقفزات عملاقه في عهد كابتن محمود الخطيب، كانت مفاجاه للناس كلها الحقيقه. اعتقد ان المرحله المقبله هتكون مختلفه تماما بالنسبه للنادي الاهلي، لان المؤكد انك انت هتبني على ما وصلت اليه الان. كلنا بننتظر هذا المؤتمر اللي كابتن محمود الخطيب سيعقده غدا ان شاء الله 6 مساء في النادي الاهلي. اعتقد ان هنشوف برضو في رؤيه مختلفه، اراء جديده. لاول مره رئيس نادي يطلع يحاسب نفسه قدام الناس كلها، ودي حاجات تميز الكابتن الخطيب الحقيقه. اعتقد شيء جيد يا خالد اللي بيحصل ان احنا نشوف ماذا حدث خلال ال4 سنوات الماضيه من تطوير وانشاء مقرات النادي الاهلي. دايما انا بقول مقرات النادي الاهلي ما بقولش افرع، لانها بالفعل هي مقرات بتورينا جوه كل مقر له خصوصياته، ولكن في النهايه الكل تحت تطوير واخلاق ومبادئ. طبعا هو فكره ان اهلي مدينه نصر واهلي زايد واهلي جزيره هو كل اهلي دايما هي نفس التجمع ان شاء الله. التجمع طبعا هي الفكره كلها الاقصر والاقصر طبعا ولسه اللي جاي ان شاء الله. يعني لانك عندك طموح دايما انك تكون متوسع، دايما طموح انك تكون اكبر. الفكره كلها ان احنا اتعودنا على مدار التاريخ، مش في انتخابات الانديه بس، في اي انتخابات، اي انتخابات اي حد بيدخل بيقول انا هعمل 1 2 3 4 وكل الناس تفضل مستنيه 1 حتى يتعمل ما فيش، 2 حتى يتعمل ما فيش، ثم نفس الشخصيات تنزل في الانتخابات اللي بعدها تدارى من اي كلام هي قالته قبل كده وتلحس اي كلام هي قالته قبل كده، كمان بتعيد نفس الوعود. بتتكلم بشكل عام طبعا. نعم. بتعيد نفس الوعود اللي قالتها في البرنامج الاولاني وبعد كده مفيش اي حاجه. انما حد يعمل برنامج انتخابي كان اسمه برنامج عائله الاهلي، كان مفند وكان كان نازل كده ورق كبير كده للناس بيقول لك كل الورق ده هتعمل، كل المشاريع دي هتتعمل. فانك تقول الناس تعالى انا البرنامج كان اهو وانا عملت 1 2 3 4 وفي امور كمان زادت على البرنامج اللي كان موجود، فده اكيد بياكد ان الناس دي ما بتهزرش، الناس دي ما بتقولش وعود في الهواء، الناس دي عايزه النادي الاهلي اللي بتتمناه، النادي الاهلي اللي يفضل مستمر على القمه. الوصول للقمه بيكون سهل، الحفاظ عليها اصعب بكتير جدا، انما النادي الاهلي دايما بيختار الصعب، دايما بيختار انه يكون على القمه بالعمل مش بالكلام، وده اللي هياكده الكابتن محمود الخطيب واللي احنا شايفينه اصلا واحنا لامسينه خلال طول السنين اللي فاتت. مش مستنيين، انا واحد من الناس مش مستني، انا عارف والجماهير عارفه الكابتن محمود الخطيب عامل ايه، بس ده مبدا بيقره للي بعديه وبيصعب على اللي بعديه. ما اكيد الكابتن محمود الخطيب في وقت من الاوقات والمجلس ده هيسلم المهمه في وقت من الاوقات لناس جايه بعده، فبيقول لهم انا واحد من الناس في وقت من الاوقات حاسبت نفسي، فكل واحد جاي بعد كده ان شاء الله يعني في المستقبل هتحاسب نفسك، مش هتستنى حد يحاسبك. فده مبدا كويس جدا بيعمله كابتن محمود الخطيب. يعني مؤتمر مهم في وقت مهم يا حكيم. طبعا
مؤتمر كشف حساب برضو لازم الناس تبقى تاخد بالها من حاجة مهمة جدا يا كابتن إسلام. ان انت عندك سنتين كان في شبه توقف حتى لو كانت مباراة الدور بتقام، بس يعني بنسبة مثلا 50-60% توقف للحياة على مستوى العالم بسبب فيروس كورونا. نعم. تمام. السنة الاولى طبعا كلنا عارفين الحاجات اللي مرت بها، وبرغم كده مجلس الإدارة اللي هو تعهد، لأن القائمة كلها بتاع كابتن خطيب نجحت، تعهد ببرنامج إسماعيلية الأهلي. البرنامج ده كان بيضم عدد من المحاور، أولهم الحفاظ على هوية النادي، تمام، وده اللي ظهر بشكل واضح جدا في شكل أسوار النادي، في شكل المداخل بتاعة النادي بتاعة المقرات والفروع، حاجات كتيرة جدا خلينا نشوفها بكرة. أفضل يعني. تمام. وظهر كمان في الوعود اللي أنت عملتها، أنت قلت محلة تانية للشيخ زايد، عملت تانية واشتغلت في التالتة. فرع مدينة نصر خلاص أعتقد على الفينش الرئيسي. مدينة نصر ممكن تقول بقى مقر تاني جوه المقر، ليه؟ اللي انت عملت فوت كورت، عملت منطقه ترفيهيه، وعملت الجراج اللي كان هو حلم يمكن 3-4 دورات عدوا. بجانب الجزيره طورت فيها وحافظت على الهويه بتاعه النادي. اعتقد ان دي جزء مهم جدا، وانك بترسي قاعده مهمه في الموضوع، هو الا ان اي مجلس اداره يجي، احنا ما بنتكلمش او مش النادي الاهلي ما بيتكلمش على انديه ثانيه، بيتكلم على نفسه. اي مجلس اداره يجي هيقدم وعود اخر الاربع سنين، انا اللي بحاسب نفسي وبقول لك انا عملت ايه. واعتقد ان بكره الكابتن خطيب مش هيكتفي بكده، هيكتفي بحاجات يمكن هيقول حاجات كان شغالين فيها بس محدش يعني لسه هتعلن بكره. طيب مفاجات، من الممكن ان نرى مفاجات غدا يا ابو علي ولا ايه رايك؟ هو كابتن يعني توقعي زي ما استاذ محمد قال والاستاذ خالد والاستاذ حكيم ان هو كشف حساب. كشف حساب عامه او في الغالب ما بيبقاش فيه مفاجات، على قد ما بيقول انا في ظروف معينه وفي ظل وقت معين الناس كلها بتعاني من مشاكل اقتصادية ومشاكل صحية، أنا كنت ثابت وكنت شغال، والناس العمال البسيطة اللي عانت في كل مكان كانت بتاخد حقوقها ومرتباتها فضلت ماشية في وقت كان في ناس كتيرة مرتباتها، أو في ناس مشيت ناس وفي ناس فصلت ناس، لا أنا كنت ثابت ومرتبات الناس بتاعتي كانت بتاخدها بانتظام في وقت غايب عني بطولات مهمة، أو أنا كراجل بتاع كورة بقى وأساسي يعني مهتم بالمشجع العادي، شفت أن بعد غياب 7 سنين مثلا لبطولة دوري أبطال أفريقيا بقدر أحقق البطولة سنتين ورا بعض، وقبليها وصلت فاينل في 7-8 شهور، قبليها سيمي فاينل قدام الترجي، كنت حاسم وقت الأزمة بتاعت سان داونز واللي حصل فيها، ووقت رحيل فايلر القرار بالتعاقد مع موسيماني في التوقيت ده بالذات، ان هو راجل مطلع على الكره الافريقيه، عارف الاهلي كويس، عارف المنافس بتاع الاهلي، الحاجات دي كلها بالنسبه لي بتمثل لي انا كراجل الاهلي اساسه الكوره، يعني سر شعبيه النادي الاهلي في الكوره. انا لما الاقي 3 بطولات دوري من 4 بطولات انا باخدهم، بكسب كاس مصر، بكسب 2 سوبر، بكسب سوبر افريقي، بكسب 2 دوري أبطال أفريقيا زي ما قلت لحضرتك، باخد برونزيه كاس عالم الانديه، الموضوع كمشجعين نادي الاهلي اللي هم غالبيتهم او حتى في الاعضاء في ناس كتيره منهم بيهتموا بالكوره، حصل نجاحات كتيره جدا على المستوى الرياضي بجانب الالعاب الاخرى. فدي كلها وجهه نظري، دي اللي هتتعرض على الجمعيه العموميه بكره، على جمهور الاهلي عامه اللي هو الجزء طبعا طبعا من خلال شاشه قناه الاهلي كله هيتفرج بكره ان شاء الله. بالظبط. وما اكتفيتش كمان بان انا باخد بطولات بالكوره، لا ده انا البطولات دي يعني هقول لحضرتك كده بالورقه والقلم، 2 دوري أبطال أفريقيا عاملين معايا $5 مليون مكسب للنادي الاهلي، لما باخد تالت العالم باخد 2.5 مليون دولار، داخل كاس العالم اللي هي اللي جايه ان شاء الله المفروض في يناير، اقل حاجه حتى لو كنت انا اخر فريق ضامن $1 مليون على الاقل. السوبر الافريقي حوالي $200,000، فانا كمان ده انا باخد بطولات، باخد بطولات وبنعش خزينه النادي بمبالغ كبيره، فده في كل يعني في حد ذاته ده بالنسبه لي كراجل مهتم بالكوره او بتكلم باسم الجمهور العادي، ده نجاح طبعا يحسب للكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته، ومش عايز انسى طبعا واحد شريك يعني اصيل العميد محمد مرجان، وكان موجود في الفتره اللي كانت اصعب فتره بتهيألي عدت 3 سنوات. لا كابتن سرهم كمان فتره صعبه جدا، وكانت يعتبر التاريخ هيقف عندها ان دي من اصعب الفترات اللي مرت. 3 سنين دول كانوا بالزبط. يعني فيهم فتره حاجات كان في كلام كتير وكان في تلاسن وكان في تطاول وكان في حاجات غريبه على الوسط بتاعنا، فانا برضو عايز اوجه له التحيه من خلال منبر حضرتك وقناه النادي الاهلي على المجهود اللي بذله، عشان الناس بتتكلم عن المجلس، فزي ما اتكلمنا عن المجلس ندي الراجل ده حقه يعني. طبعا استاذ محمد خلينا بقى ننتقل الى جانب اخر، لان احنا بكره ان شاء الله عاملين تغطيه كامله لهذا الامر من خلال شاشه قناه النادي الاهلي، ان شاء الله من الساعه 6 حضراتكم تقعدوا قدام شاشه قناه النادي الاهلي تتفرجوا كالعاده يعني كعاده جمهور النادي الاهلي. 5 بقى كابتن. 5
عايز اربعه كمان مفيش مشكله يعني. انت تؤمر. انا اللي مسؤول في يوم الخمسه. احنا طالعين اهو. لا خمسه طالعين اهو، سته هنبدا المؤتمر ان شاء الله. طيب استاذ محمد، خليني اسال حضرتك عن مباراه امبارح، لانه امبارح الحقيقه كلام كتير جدا عن، ودايما مباريات الدور ال 32 بيبقى ليها طابع خاص، يعني ممكن تبقى كويس قوي، ممكن تبقى وحش، ممكن وجهه نظرك في مباراه امبارح ايه؟ يعني بشكل عام والرؤيه العامه اللي احنا شفنا بيها النادي الاهلي امبارح، يعني الاداء يعني مش هو الاداء الاهلي اللي احنا كنا منتظرين، مش هو المستوى، مش هو الفكر، ما شفناش اي تغيير عن اللي حصل. يعني احنا مفنشين الدوري بشكل غير مرضي بالنسبه للنادي الاهلي ولجمهوره، وشفنا مشهد الكابتن الخطيب مع اللعيبه، السوبر برضو اللي فقد النادي الاهلي، جاء هذا الماتش استمرار لسلسله العروض بغض النظر عن النتائج. يعني النتيجه حلوه كرقميه، ما تعمل نتيجه بره ايا كان، نتيجه بتتعادل 1-1 وكمان نتيجه ايجابيه، فده شيء جيد يعني. لكن العرض ما كانش مستوى النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيحمل دوري ابطال افريقيا دورتين على التوالي، حاجه عظيمه جدا، سوبر افريقيا، اسمه بيهز اي حد وبيرعب اي حد في القاره الافريقيه، فمواجه فريق اصلا تقريبا مش مصنف على مستوى القاره الافريقيه، طبيعي جدا يبقى خايف منك، متخوف منك، في فرق قدرات كبير جدا، ما شفناش ده موجود في الملعب. شفنا ان الاهلي غير جاهز بدنيا، شفنا الاهلي غير جاهز فنيا، شفنا الاهلي كان بامكانه ان يخلص المباراه بدري لكن تراجع في ادائه في الشوط الثاني، لدرجه ان الفريق ضغط وسجل هدف كان ممكن لا قدر الله انك ممكن تخرج مهزوم، لكن في النهايه خرجت بالتعادل. الاهلي عنده نواقص في اللعيبه بشكل كبير جدا، ما حدش يقدر ينكر ده، غير الصفقات الجديده كلها مش معاك، بيغيب عنك الشناوي، بيغيب عنك قفشه، بيغيب عنك عدد غير قليل جدا من حسين الشحات، عدد غير قليل جدا من اللعيبه، بتلعب في ظروف غير جيده، في اول مباراه في الموسم، غير جاهز بدنيا برضو، كل ده بياخد في الاعتبار. لكن من وجهه نظري ليس هذا هو الفريق المرضي للنادي الاهلي. عندنا طموحاتنا كبيره جدا في النادي الاهلي، اعتقد ان المرحله اللي جايه هتشهد شكل افضل للفريق يعني. طيب المرحله اللي جايه من وجهه نظرك كيف يطور موسيماني يا خالد الفتره اللي جايه، لانه مهم جدا المباراه القادمه. الموضوع عند هويه النادي الاهلي، وده اللي زعل الناس. يعني انا متابع جدا للناس، واكيد كلنا متابعين لردود فعل الناس، وبعض الناس وكتير من الناس كان منفعل، وانا شايف ان هو من وجهه نظري انفعال له ما يبرره. ليه له ما يبرره؟ النادي الاهلي خسر نقاط كتيره في الدوري السنه اللي فاتت، ولازم لما نيجي نحسبها من وجهه نظري ما نحسبهاش ماتش واحد بس، نحسبها هو فلسفه اتغيرت ولا لا. فلسفه موسيماني في اللعب مع الفرق الصغيره والمتوسطه هي لما بجيب جون برجع ادافع، وده حصل كتير جدا. ده خسرني نقاط في المحله، خسرني نقاط في الجونه، خسرني نقاط انا يعني مش متذكر، انما هي نفس الطريقه، اكسب واحد ارجع. ليه ارجع؟ يعني هو دايما النادي الاهلي هو اللي متحكم في زمام الامور. انا معاك في كل اللي ممكن تقوله في انك اللعيبه مفتقد عنصر كتير جدا من اللعيبه، انما لو مسكنا القايمه بتاعه اللعيبه اللي كانت بتلعب كلهم لعيبه دوليه، يعني لعيبه النادي الاهلي كانت موجوده، علي لطفي لعب دولي، محمد هاني لعب دولي، كل اللعيبه اللي بتلعب، ايمن اشرف لعيب دولي، علي معلول لعيب دولي، ديانج، السوليه، ياسر، كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه دوليه. ففكره ان انا اقول لسه بادئ موسم ده مردود عليها، فكره برضو ان انا غاب عندي لعيبه برضو مردود عليها. انا بتكلم في فلسفه، بتكلم في تفكير، هل انا ظهر هويه النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي ظهرت في الملعب؟ لا، ما ظهرتش في الملعب. تظهر في الملعب لما انا اكون انا اللي بحرك الامور، انا المتحكم في الامور، خاصه لما بلعب فريق زي ما قال الاستاذ محمد مش مصنف. فكره الاجواء والرطوبه وكل شيء، كل ده خلاص بقى، ده احنا من 1900 يعني من اول يعني بدات من الثمانينات الناس الناس. وانا بحب يعني عايز اوجه رساله، بس خلي بالك يعني معلش دي لانها مهمه جدا، دي حقيقه، الحراره بتؤثر، الملعب بيؤثر، ولكن احنا انا اقصد ان احنا تعودنا، النادي الاهلي تعود، عندك خبراتك، عندك خبرات، اللي احنا بنقول خبرات، وكل اللي هو في الملعب بتؤثر وبشكل طبعا، كل اللي في الملعب مهم جدا، كل اللي في الملعب كان خبرات. بس انا عايز بس اقول للناس ان احنا بنقول الكلام ده مش عشان اقول لك موسيماني وحش، انا بقول لك سلبيات دي لابد حضرتك سالتني سؤال، نعمل ايه علشان، مش عشان المباراه اللي جايه، انا ما عنديش شك ان النادي الاهلي هيعدي يعني، وهيبقى ان شاء الله يعني ما عنديش شك في ده. انا عندي فكره، لا الناس قلقت لا ده يتكرر تاني في الدوري، ما اقدرش اقول للناس ما تفكرش كده، لان المفروض الناس كانت قبل الماتش ده مفكره ان هو هيحصل العكس. محتاج ان احنا نشوف ده عملي بالظبط عشان الناس تقدر تغير من وجهه نظرها. انا مش هقدر اقنع الناس اقول له
طبيعي لازم اقول اقف ورا الفرقه، اقف ورا المدير الفني طبعا، بس ده طبيعي ان اقوله. انما عشان الراجل ده يصدقني وعشان الراجل ده يمشي معايا في نفس الاتجاه، لابد انه يشوف بعينه ده في الملعب، لابد انه يشوف ان في النادي الاهلي البعبع اللي بيخوف اي فريق. طيب اللي بيجيب جون واثنين وثلاثه ده النادي الاهلي. امتى هشوف النادي الاهلي كده يا ابو حكيم من وجهه نظرك؟ يعني اعتقد الصفقات الجديده اللي الاهلي ابرمها هيكون لها دور مهم جدا، لكن برضو في جزء مهم جدا على كباتن الفرق اللي هم يعتبروا ولاد النادي او ولاد النادي فعليا. محمد الشناوي، ايمن اشرف، وليد سليمان، اعتقد الفتره، وعلي معلول باعتباره واحد من اللعيبه المخلصه جدا للنادي، اعتقد لازم يكون لهم دور مع موسيماني مع كابتن سعد الحفيظ. لازم يعني في بعض اللعيبه في الفرقه، واحنا مش عايزين نتكلم عن اسماء، لازم تاخد بالها من مكانها كويس جدا، لان الفتره اللي جايه معايا ده هيجي ازاي؟ لان انت هيبقى عندك السكواد كامل، الاضافات اللي جايه الست لعيبه، الاربعه والاثنين راجعين لك من اعاره، في لعيبه معينه هي عارفه نفسها بالاسم، اعتقد اماكنها صعب جدا يبقى لها مكان بالمستوى اللي هم بتظهر بيه، صعب جدا ان انت تحافظ على مكانك مع وجود اسماء بحجم بيرس. وهو المطلوب طبعا، وهو المطلوب ان طبعًا. انت تبقى دايما خايف ان اي حد يجي يلعب معاك، مش خايف، المشكله الان على مكانك. المشكله ان اللعيبه دي مش فاهمه ان هي مش هتبقى رقم اثنين، لو انت فاكر ان انت هتبقى رقم اثنين بعد اللي جاي ده تبقى غلطان، هتبقى رقم ثلاثه، ثلاثه واربعه كمان في اللي جاي هتبقى 3 4. لا كل لاعب المفروض بيبقى فاهم الكلام ده كويس جدا. لا ما في لاعب، في لعيبه يا كابتن مش حاسه او المستوى اللي انت شفته، ما هو برده مش عايزين نحمل موسيماني الجزء الاكبر، لا في لعيبه معينه لازم تاخد بالها وتطور من نفسها وتعرف ان الوضع مش هيستنى كتير، القطر هيتحرك في الدوري، القطر مش هيستناك، مش هتكون موجود هتنزل. بالظبط كده، مهم جدا. كلام للتذكره، حضرتك بتقوله ده كلام للتذكره، مش هيستناك القطر. الاهلي عنده عناصر وعنده لعيبه كامله، بس مهم كباتن الفرقه لازم يتلموا ولازم نقفل ودننا شويه ونشتغل، لان الناس بتركز جدا مع خطاك وبتسيب ناس بتكسر ازاز ومحدش بيفتكرها ومحدش بيجيب سيرتها، وموضوع عدى ولا كانك في اي حاجه خالص، ومركز مع الاهلي. اصل موسيماني طبعا في اخطاء، بس لازم يا جماعه زي ما في موسيماني اخطاء نقول ان امبارح الحكم تغاضى عن ضربه جزاء، تغاضى عن، دي حقيقه، تغاضى عن حالتين طرد، لا حالتين طرد، حالتين طرد في الشوط الاول النادي الاهلي. ما هو ما يفرقش الهنادي في الكره يا كابتن اسلام، ده برضو يا جماعه لكل الناس اللي بتتفرج علينا، ده مش لا احنا اول كلام اتكلمنا قلنا اخطاء، احنا اول حاجه اتكلمنا قلت لك في لعيبه لازم تعي ان هي الفتره اللي جايه مش هيستناها الدور. أيوه. قبل ما نتكلم عن مباريات، احنا ما قلناش مباريات، احنا بنقول حقائق في ضربه جزاء، حقائق ركله الجزاء ده اعترف بيها حتى كل خبراء التحكيم قبل احنا ما نتكلم فيها، اعترف بيها اللي مش حلاوي. ما بقول لك يعني في الشوط الاول، في الشوط الاول في كوع واضح جدا لعلي معلول، لعلي معلول الجناح اليمين بتاعه بوضوح اداله انذار، يعني دي لا تقبل الشك ان يديله طرد. بس في حاجه يا كابتن مهمه جدا، اتفضل. هو ليه الناس ما توقفتش عند اصابه كابتن محمد الشناوي وما تمش تحقيق الموضوع؟ انا اتمنى يكون في تحقيق في اصابه محمد الشناوي. محمد الشناوي اصابته يعني، هو ليه انا المفروض مني كنادي اهلي اتحمل اخطاء غيري؟ ليه ما حدش يطلع ويقول يا جماعه الاصابه دي كانت 1 2 3؟ ليه ما حدش عايز يقول الحقيقه؟ لحد دلوقتي احنا مش عارفين الحقيقه. لحد دلوقتي ما تعرفش مين الصح ومين الغلط. هل الشناوي لعب؟ هل الشناوي ما كانش جاهز بنسبه 100%؟ حد يطلع يقول لنا الحقيقه. ليه الاهلي يدفع ثمن خطا ما حدش عايز يعترف بيه؟ اتمنى ان حد اتحاد الكوره، الجهاز الفني، المنتخب يطلع يعلن الموضوع. عارفين اكتر واحد يجاوب على السؤال ده؟ الشناوي ولا غيره؟ لا، انا واحد من الناس تواصلت مع اطراف عديده من جهاز الفني المنتخب، وكلهم اقسموا بالظبط ان الشناوي نزل سليم، وقالوا من ضمن ردودهم في الكلام لو الشناوي مصاب لعب ليه؟ اذا مهما حققت وانا بقول لك خالد ان هو تمت اوريدي قاعده مع الشناوي واتكلموا في القصه دي، وكان في كلام قبل الماتش ولا بعد الماتش؟ لا بعد ما جه للنادي واتكلموا، وكان في كلام خلاص نقفل القصه دي ونركز بالعقل. لو هو خارج هيقول له انا قلت ما شوطش بدون رجلي ليه وهو مش جاهز. انا قلت انا مش جاهز وانت صممت ان انا قلت ان انا ما شوطش. لو هو جاهز بنسبه 100% بيقول الكلمه دي ليه؟ انا في الاخر بتمنى، بعيد عن الاجهزه الطبيه، اتمنى حد مسؤول يطلع يقول حقيقه اصابه الشناوي واللي منين تحملها الاهلي. منين؟ منتخب طبعا. كوره منتخب هينكر طبعا، مش هيدين نفسه مستحيل يتحمل الاهلي نتيجه خطا. هيقعد شهرين حارس مرماك الاساسي، هيقعد شهرين مش موجود. ده لا يقل من لطفي الكلام. لا طبعا، انا الكلام اللي انت بتقوله ده ابو حكيم بالظبط يوم الماتش بالليل انا كنت طالع هنا في البيت. انا شفت حضرتك فعلا نفس الكلام كده بالظبط. قلت لهم يا جماعه مفيش مشكله لما واحد يطلع، اي حد يطلع يقول لنا والله الشناوي حصل 1 2 3، ومن فضلكم قولوا لنا بس عشان نقدر نبقى يعني بنتكلم شويه وضوح. الناس محتاجه تعرف ايه اللي بيحصل يعني. ولكن في النهايه
النادي الاهلي هو البيت الكبير طبعا. لا مش البيت الكبير هنا، لكن هو النادي الاهلي بالفعل هو البيت الكبير يعني. وبتتحمل كل الظروف اللي انت بتمر بيها بالظبط كده، وبتقدم تضحيات برضو من اجل المنتخب الوطني زي ما قدمت تضحيات في الموسم اللي فات بالظبط المنتخب الاولمبي في المنتخب الاولمبي، ولعبت مباريات ولعبت مباريات اتصاب برضو قعد 3 شهور بالظبط موضوع الغضروف، بس كان الامور واضحه. انا بتكلم على وضوح، انا بتكلم على مبدا التضحيه، انا بتكلم على لو كان في احمال بدنيه خاطئه الناس تقول. انا بتكلم على حته هو انت ليه بتخبي. انا بس كابتن حته الماتش دي عايز يعني اتكلم فيها في نقطه. زي ما حضرتك قلت احنا هنا احنا في البيت الكبير، وبنتكلم عن البيت الكبير بالنسبه لنا كناس اهلاويه طبعا، ويهمنا مصلحه النادي الاهلي في المقام طبعا الأهل. طبعا لما بنتكلم في فرق بين النقد البناء اللي هو بيحاول يصلح من حاجه انت شايف في مسار مثلا ماشي في الطريق، فانت بتحاول تخلي المسار ده يمشي في الطريق الصح. لما بنتكلم على، عشان في ناس بتزعل، لما بنتكلم على جهاز فني وبنتكلم على لعيبه وبنتكلم على الفرقه وسوء نتائج، احنا عايزين الاحسن. او احنا الطبيعي ان احنا يا بنتكلم في قناه، يا بنتكلم بصوت الناس، الناس طبعًا. اللي عايزه توصل صوتها للاداره. لو وخلي بالك الميزه برضو يا ابو علي في اللي انت هتقوله او في اللي بتقوله ده، ان اللعيبه نفسها عارفه الكلام ده. اللعيبه نفسها عارفه ان هم مقصرين طبعا. يا خلي بالك ده دايما بتبقى بدايه جيده، ده اللي مزعل الناس بقى. بس التقصير ده يعني طول، فالناس بتقصر الموضوع. انا لما اخسر دوري وبعديه على طول اخسر سوبر، فالناس متوقعه، وانت عارف الكلام ده كاستلام احنا باللعب الاسماعيلي، بس انا ما خسرتش كتير فعشان لا ما انا عارف طب والله بجد مش بهزر. حتى لما رحت الحاصل جبت بطولات. لا سيبك، انا بتكلم على الاهلي. انت بتلعب الاهلي؟ انا ايام انا يعني ما كنتش بخسر. يمكن الماتش الوحيد اللي انا افتكر ان انا خسرته نجم الساحلي، وكان بفعل فعل والناس كلها شايفه يعني شاهده وعارفه وايه اللي حصل في الماتش ده والماتش اللي هناك. فيعني فانا عشان كده مش متابع جيد. انا بقول لحضرتك انت كان في حاجه كانت متربيه جوه لعيبه النادي الاهلي او جمهور الاهلي يعرفها، ان الاهلي لو خسر ماتش او خسر بطوله اللعيبه بتنزل تاني ماتش الروح نفسها انت بتحسها، حتى وبيجري على الكره يجي بيلعب اوت او كده. أيوه. الناس مش حاسه دي. نقطه، ناس بتتكلم ان انا عندي 9 او 10 لعيبه صفقات واصابات ما كانوش موجودين. لو ركزت في ال 10 لعيبه دول مش هتلاقي واحد فيهم في خط الدفاع، ولا واحد فيهم في نص ملعب الديفندرات اللي هي بتميز اي فريق او سر قوه اي فريق دفاعيا، يبقى عندك ديفندرات قويه وعندك خط دفاع قوي. انا دلوقتي خط الدفاع بتاعي بالكامل موجود، يعني اكرم وهاني موجودين، علي وايمن اشرف، ياسر وبنون اوريدي موجودين. نص الملعب الديفندرات بتاعتي سواء السوليه او ديانج او حمدي الثلاثه موجودين. ممكن تضيف عليهم اكرم بالظبط، واكرم اوريدي بيلعب نص ملعب او بيلعب باك يمين. طيب ايه بقى المشكله عندي؟ ان انا دايما عندي مشاكل دفاعيه، ما الناس الاساسيه موجوده. انا ده اللي مزعل الناس. لما اطلع اقول اصل الارض ومش عارف، طب ما منتخب الجزائر لسه لاعب من كام يوم وغالب النيجر على الارض دي في الاجواء الحاره دي 4. فالناس لما بتتكلم يا كابتن اسلام بتتكلم خوف طبعًا. ايوه وحب في النادي الاهلي بالظبط، عايزين يشوفوا النادي الاهلي احسن حاجه على طول، وعايزين يشوفوا اللعيبه بعد ما بخسر بطوله او بطولتين ورا بعض المفروض ان انا بنزل الحماسه زي ما بيقولوا زمان عندكم، ينزل بالسته ستارز دي يبقى ماشي بيرج الملعب وهو نازل، اللي هو ما عندوش اي حاجه تخليه يلعب بهدوء او يستند. انا فاكر ماتش الاسماعيلي راجعين من كاس العالم انديه، الساعه البيولوجيه لسه مع اللعيبه ما اتظبطتش وبنلعب نتغلب 3، تاني ماتش عندنا المقاولين الاستاد بيتقفل اللعيبه نازله وكسبنا 5. كلمه كويسه الاستاد بيتقفل دي، اصل الاستاد بيتقفل دي لا انا اقول خلي بالك دي تفرق. أيوة هو ما زعلش او قال ده انتوا اتغلبتوا 3. برد عليك اهو، ان الاستاد بيتقفل دي تبقى لقطه حلوه جدا طبعًا. هي دي اللي بتفرق مع الناس طبعًا. مع اللعيبه، اللعيبه دي من وجهه نظري ما شافتش لسه الاستادات بتتقفل، داخلين خلي بالك داخلين ان شاء الله البدايه 1000 و2000 بس وبدايه جيده خلي بالك، وفي لعيبه كل شويه هتعتزل وما شافتش جماهير فالاستاد متقفل دي بتفرق. انا ما اعرفش كانت بتفرق معانا جدا 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 بالظبط. المسج عايز اوصلها او اللي انا عايز اقوله ان جمهور الاهلي دايما مختلف طبعا. انا فاكر ماتش 4-4 واحد من اعظم الماتشات اللي حصلت في تاريخ كره القدم بتاعه المصريه. فاكر تصريح للكابتن محسن صالح قال احنا ما كناش بنلحق نفرح بالهدف من جمهور الاهلي اللي هو اول ما بيخش في الاهلي جون الاستاد كله بترج العب يا اهلي العب. حضرتك فاكر الفتره دي طبعا، ايام كنت يا كابتن ناس كتيره طلعت اتعودت على الفوز بس، بطولات بس، فوز بس، بطولات بس. فبقيت بعد كده تشوف اللعيبه بتخسر دوري وبتخسر سوبر والروح برده محتاجه. دي النقط اللي الناس بتتكلم فيها او زعلانه منها، واحنا بنلمس فيها عشان خاطر لو في لعيبه ما تعرفش طبيعة الجمهور عشان ما حضرتش او ما شافتش الجمهور في الملعب تبقى عارفه الهويه بتاعت الجميل بيفكر ازاي، او الناس بتزعل ليه من الخساره عشان في لعيبه بتقول ما احنا خدنا افريقيا وخدنا وخدنا. لا خلاص انسى، هي دي بالظبط، كل ده في الدولاب. انتوا يا كابتن راجعين من كاس العالم. لا 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 ده في الناس الدولاب. بتقول الدوري اهلي لا وهناك السنه اللي فاتت كمان الدوري لما كانت كاس العالم في قطر
موسيماني قال معايا هنا، قال لي يا جماعه وانا هناك الناس قالت لي افريقيا افريقيا والسوبر الافريقي والبتاع، فيعني الناس لسه بتفكر دايما كده، وده جمهور الاهلي وهو ده الفارق ما بين جمهور النادي الاهلي واي حد تاني. استاذ محمد، مهم جدا الكلام اللي اتقال في القعده، ولكن على في نفس الوقت المسانده دائما واجبه من جمهور النادي الاهلي. طبعا. ان انت تفضل واقف في ظهر ناديك، من حقك ان انت تنتقد، ومن حقك ان انت تقول، ومن حقك ان انت تعمل، ولكن المسانده دائما موجوده من هذا الجمهور الواعي والفاهم. يعني بالنسبه للجمهور حتى لو قسيت على اللعيبه وانتقدت ما تبحش، يعني احافظ برضه على اللعيبه، ودايما عاجز جمهور الاهلي زي ما بقى قال ابو علي، جمهور الاهلي مختلف، بيحب الفرقه وبيعني اكتر حاجه بيحبها في الكون تقريبا النادي الاهلي، الحاجه اللي بتفرحه، الحاجه اللي بتسعده. فحته ان لاحظناه ان في قسوه جامده جدا غير معتاده من جماهير النادي الاهلي او من الاهلاويه بشكل عام على اللعيبه وعلى الفرقه. اعتقد محتاجين مسانده، محتاجين نقف في ظهرهم، واعتقد ان قرار عوده الجماهير دي فرصه ان الجمهور ده يعني يقف بقوه في ظهر النادي الاهلي. مظبوط. اعتقد ان الـ 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 ان حكايه 2000 ل 1000 دي البدايه، ويمكن شفنا النهارده السيد مجلس الوزراء بيؤكد على ان دي بدايه وهترفع الكثافه الجماهيريه، ممكن تصل الى اكثر من 50% في الملاعب، ودي حاجه عظيمه وحاجه مميزه يعني. طبعا. لكن المؤكد والمهم ان التجربه دي مرتبطه بالجمهور نفسه قبل ما تكون مرتبطه باي قرار. مظبوط. الجمهور هو من سينجح هذه التجربه او يفشلها. الجمهور بانضباطه والتزامه واحترامه، وعلينا كلنا جميعا ان احنا رايحين الملعب ده علشان نقف في ظهر فرقتنا، مش علشان نصفي حسابات مع اخرين ومع الجمهور، او نهتف ضد فريق منافس، او يحصل تكسير، او تحصل حاجات، الحاجات دي كلها عايزينها تنتهي من الملاعب. كمان الانضباط ده لن يحدث الا بوجود لوائح وقوانين صارمه تتصدى لاي حد يخرج عن النص. يعني النهارده انا شايف بعض هذه اللوائح، او يعني بدايه يعني ان هي حاجات جيده الحقيقه، اللي بيقول معاك ما تجيبش معاك كذا وكذا وكذا. بالظبط. ده شيء كله جميل، واعتقد ان بطاقه المشجع اللي عاملاها تذكرتي ده حاجه مميزه جدا، لانها تحدد كل شخص وهتحمل كل واحد المسؤوليه مباشره، يعني حاجه كويسه وحاجه جيده جدا. احنا عايزين الجمهور يرجع، وبنحب الجمهور وبنقدر الجمهور، والجمهور له قيمه كبيره جدا، وشفنا قد ايه قيمه الجمهور النهارده كابتن اسلام في ماتش نيوكاسل وتوتنهام في الدوري الانجليزي. النهارده كانت المباراه شغاله في الدقيقه 40 عندما اصيب احد المشجعين بازمه قلبيه واغمى عليه، واللعيبه راحوا للحكم وقفوا المباراه، وكادت المباراه ان تلغى بسبب احد المشجعين، واحد وسط 40,000. شوف، زي ما اللاعب ليه قيمه، انت برضه ليك قيمه كبيره جدا. طبعا. قيمه مهمه جدا. طبعا. لابد ان تعيها. اعتقد ان جمهور النادي الاهلي قادر على اللقوب بقوه خلف الفرقه، ودايما هو اللي بيعيد الاهلي. وبص، الفرق الشعبيه هي اكثر يعني الفائزين والكسبانين من قرار عوده الجماهير. مظبوط. لان هنا هيحصل فرق بقى في الموازين. وزي ما خالد قال لك كده، قال لك ايه؟ قال لك ان في لعيبه ممكن تكون لعبت واعتزلت من غير ما تشوف جمهور. وخلي بالك الجمهور، معرفش، ما وجهه نظري دايما ان الجمهور ده بيوديك في حته ثانيه. الجمهور ده عنصر مشكل لشخصيه اللاعب. مشكل فعلا، مشكل، ويقدر يخلي لاعب متوسط المستوى اعلى بكتير جدا لو شخصيته تستحمل، خصوصا مع وجود 13 نادي. بالظبط. خمس انديه شعبيه بس في الدوري. بالظبط. بالظبط. الجماهير هتبقى عامل رد فعل، ويفرق كمان مع الانديه الشعبيه وجود الجماهير. انما انا عايز اقول حاجه، يعني ايه، في فكره عوده الجمهور اللي باتت قريبه جدا، لابد من السيطرة على كل مثير للفتنة على السوشيال ميديا. الرابطة برضو اللي عاملة كده، بس عشان هو دايما الرابطة. عاوز لو كان هنا كان يقول لي بص شفت الرابطة. انا اتمنى، انا لا اكره. لا، نعملها ازاي؟ لابد من تطبيق بقى حقيقي بقى حرفيا، الميثاق الاعلامي على كل واحد. ما مطلوبش من الجمهور انه يكون ملتزم وانا سايب واحد عمال يسخن الدنيا على السوشيال ميديا. بص، اي حاجة دي انت الاول، والموضوع الاعلام تبقى الدنيا يبقى فيه ضوابط. انا خلاص اللي انا عايز اوصل له بقالي سنين، خلاص وصلت له، انا على الباب. من الممكن اول ما ادخل على الباب الاقي السلوك متغير من الجماهير. ليه؟ كان في واحد طول الليل بيسخن في الدنيا على صفحته على السوشيال ميديا على فيسبوك، الناس تدخل تشتم، يرجع القرار يقول لك اقفل. لا، ما مش هتبقى كده. لابد اني وجهه نظر، لابد ان اسيطر على الامور من البدايه، وكل واحد يعرف ان صفحته على السوشيال ميديا دي مش هو قاعد في بيته، دي مش كل واحد ماسك، خاصه لو شخصيه عامه او متابع بشكل كبير جدا، والناس عارفه انا كلام على مين تحديدا على فكره. بس طبعا انا ما بحبش ان انا يعني ادي حد يا استاذ خالد ما بحبش ادي حد اكتر من قيمته يعني. انما لابد ان تحط كل واحد في اطاره الطبيعي، عارف؟ لو اطارك الطبيعي انك بتستغله بشكل كويس حتى لو منافس،
هقول اسمك وعلى الملأ. انما طول ما وظيفتك الحقيقيه انك تهيج في الجماهير وانك تستعدي الجماهير وتلاقي الناس تاني يوم تدخل مشحونه طبيعي فما عملناش حاجه. طيب برضو ابو علاء المشكله في هذه في هذا الموضوع موضوع الجمهور ده ان احنا كيفيه السيطره على السوشيال ميديا لانه الحقيقه ده موضوع مهم جدا جدا جدا. ازاي اقدر اسيطر على السوشيال ميديا علشان ما اخليش واحد يطلع يسخن؟ تفعيل القانون. انت دلوقتي القانون في بنود جديده تمام، وجوب الحبس على الناس اللي هي بتكتب مثلا حاجات او بتعمل حاجات غلط بتزيف حاجات. بس هو الجزئيه اللي هنا المفروض هل رابطه الانديه هتتعامل مع الهيئه الوطنيه للاعلام ولا هتتعامل مع مين بالظبط في موضوع السوشيال ميديا؟ يعني السوشيال ميديا ده بتاع مين؟ يعني رابطه الانديه لما تيجي تحب تتكلم في موضوع انا بحث الانترنت اعتقد يعني انت ما انا ده اللي بتكلم فيه. لابد ان يكون في حاجه خاصة بقى العقوبات مغلظة على المتابع بأكتر مثلا من 5000 متابع أو 10000 متابع. في قوانين نزلت بهذا الشأن ومتضمنة عقوبات تصل لحد الجرائم تجريم. بس ده بيستلزم يا سوسي أن يكون في شكوى، يعني ان حد يكون شا... لا انت تقصد ان الرابطه هي اللي تشتكي؟ لا مش الأرض. نشوف آلية يعني انا دلوقتي في ناس معينه في الموضوع معروفه يعني معروف الوسط الرياضي كويس جدا هي بتعمل ايه. لكن هي القضيه برضو في بعض الناس اللي هي مش شخصيات فيمس مش شخصيات رياضيه او اعلاميه ما هي بتعمل برضو حاجات وقلق فيسبوك وتويتر وممكن تكون بره مصر. في القضيه هتسيطر عليها ازاي؟ اللي انا كنت اقوله والله بس انت واحد قاعد بره هي دي هتسيطر بيها هتسيطر عليه ازاي؟ هي القضيه كلها وعمال هتعمل معايا ايه ده؟ تفعيل القانون هي زي ما خالد قال الرئيس وحركته بتتكلم في اغلاق للحسابات ان الشخصيات العامه سواء لاعب راح لجمهور ورقص هتف عمل سخن الدنيا يتعاقب، سواء اعلامي كبير او حد مؤثر على السوشيال ميديا او هم اتنين ثلاثه معروفين اصلا وخطيبه واحد لو اتعملوا انا بتكلم وقال لهم لا القانون هنطبق عليكم هيخلص. انا كنت في النهايه هقول لك ان في الاول وفي الاخر هو واحد او اثنين هو واحد او اثنين او ثلاثه معروفين بس ببساطه شديده جدا. يا فلان احنا عايزين نبدا مسابقه كويسه جدا محترمه، عملنا كل الامور وكل الاجراءات اللي تخلينا على اعتاب حاجه تاريخيه، مش تاريخيه يعني بدايه تاريخيه، بدايه جيده، بدايه جيده بلاش تاريخيه، خلينا بدايه جيده في المعقول او حتى بدايه تاريخيه. انت ربطت الانديه دي حاجه طليق تاريخيه طليق على فكره طليق بكلمه تاريخيه لان انت بدايه تاريخيه انك هتدخل الانديه اللي بتدير المسابقه انك ده فكر محترف انك عايزين الموضوع يبقى كويس من كله. طالما احنا بنظبط جوده شاشه جوده منتج بنعمل دوري محترف بنعمل ماركتنج كويس فخلينا ندخل كل حاجه كويس. نخف فيسبوك ما تتكلمش على الانديه المنافسه خليك في النادي بتاعك، ما تزيفش تاريخ، ما تتكلمش على نادي غيرك، ما تقولش تحكيم، ما تقولش بص في ورقتك، ما تقولش يعني اتعلم من قفشه قال لك لاعب. بس الكلام ده يعني مش هنقدر نجني من وراه ثمار جيده الا اذا كان هناك قانون بيعاقب الاشخاص اللي بيتجاوزوا اصلا بالزبط. خصوصا القيادات الاعلاميه اللي موجودين في الصداره. يعني انا ما اقدرش اوصل للجماهير ومش هدور على الجماهير في كل حته، لكن اقدر اوصل للبرامج الرياضيه اللي بتعمل اثاره وبتعمل فتنه ونقطع من المنبع. وفوق هذا ان القانون اللي هيفعل في المدرجات بالزبط. لو ما كانش عندي تفعيل قانون في المدرجات ولا احد عقوبات مشدده تمنع من حضور المباريات النهارده يعني كانوا منزلين تمنع من حضور المباريات وتعاقب بطرق الى ان تطلع الحبس مش هيحصل عندنا انضباط زي ما في الدوري الانجليزي. ما دول كانوا اكتر ناس مجرمين في المدرجات الان الدنيا مفتوحه بيبقوا قاعدين محدش يقدر يتحرك مع الكرسي. اهم حاجه في العقوبه معلش يا محمد تحقيق عنصر الردع الردع يعني خالد يعني اي حد خارج عن المألوف خاصه لو كان شخصيه عامه وعوقب اي حد اصغر منه هيخاف. عنصر الردع يعني. وجهه نظر انا بطلع مع خالد كتير فما بطلع مع افضل مستمع خالد ما بيبطلش اتفضل. فاللي عايز اقوله يا كابتن استكمالا يعني كلام الاساتذه الكبار جمهور الاهلي الرهان عليه احنا نتكلم عن النادي بتاعنا وعمر الرهان على جمهور الاهلي ما خايب ابدا. شفنا ده في ماتش صن داونز في سيمي فاينال البطوله اللي هي اتلخبطنا كل اللي هي لا التاسعه او كان في دور ال 16 وشفنا ده كان دور الثمانية احنا قابلنا صن داونز اقف ده بثمانية وبعد كده الثمانية في نفس المسابقه دور الثمانية اللي خلص 2-0 هنا شفنا الجمهور كان موجود في الاستاد والشكل عامل ازاي ما حصلش اي تجاوز ما حصلش خروج عن النص الناس كانت داعمه للفرقه وكل اللي كان في الاستاد في التوقيت ده شاف جمهور الاهلي عمل ايه. الرهان دايما على جمهور الاهلي كسبان زي ما الاستاذ اوسي قال الفتره دي هم في ايديهم هم والانديه الجماهير الانديه الشعبيه يعني في ايديهم
يا التجربه دي تنجح وتكمل ويرجعوا المدرج اللي هم بيحلموا بيه بقالهم فتره والعدد يزيد من 1000 ل 2 ل 3 ل 10 لحد ما يبقى 50%، يا اما التجربه دي تفشل ويبتدي نرجع تاني لنقطه الصفر ونقول ان مفيش جماهير هتخش. كل ده واقف على تصرف الجماهير في الفتره اللي جايه بدايه من ماتش الاسماعيلي باذن الله. فهي رساله للجماهير، يعني الانديه الشعبيه بالذات اللي هي عندها جماهير سواء اهلي او زمالك او اتحاد او الانديه الشعبيه، يعني في ايديكم ترجعوا الكوره اللي احنا عارفينها وحلاوتها. لغايه دلوقتي مش حلاوتها، حلاوه الكوره فعلا. وفي ايديكم ان انتوا يعني تقضوا على تجربه جميله احنا بنعيشها وشايفين مدى التطور، وبنشكر طبعا رابطه الانديه على اللي بيحصل، سواء بقى زي ما الاستاذ حكم قال حته النقل والبس واحنا متاخرين في الكلام ده، لكن ان هو يحصل فده في حد ذاته حاجه كويسه. ورساله من هنا ان يعني من جوه قناه النادي الاهلي جمهور الاهلي، انتوا دايما على العهد، يعني انتوا في ظهر ناديكم طول عمركم، فنجحوا الفكره دي انتوا يعني والجماهير بتاعه الانديه الاخرى. استمرار اللي ده كابتن بعد اذنك، يعني ان لازم يكون في اصرار على انجاح التجربه. بمعنى ان لا نسمح لاحد بافساد هذه التجربه بالتطبيق مبدا السيئه تخص ولا تعم. الجمهور اللي بيتجاوز ويخرج عن النص وبيحاول يفسد ويحاول يخرب علشان يلغي الفكره دي خالص ويخلي ملاعبنا برضو فاضيه كلها يعاقب. يعني احنا في مباراه حصلت خروج 4-5 من 4-5 من الجمهور معايا، عاقب بقى الجمهور، الجمهور اللي موجود هو كله خارج عن النص يعاقب الجمهور ويمنع من دخول المدرجات ايا كان هذا الجمهور. فبالتالي انت لما هتلاقي نفسك هتتعاقب وهتحرم ناديك من جمهورك هتلتزم وتنضبط. لكن فكره ان ما هو ممكن يكون في حد عنده فكره اموري ان انا مش عايز الجمهور ده يرجع المدرجات، وارد ده احتمال موجود، فده هيروح عامل اي فركيشه وبالتالي يمنع اي حاجه تظهر واحكم امنع خلاص بطل الجمهور التجربه فشلت. لا، ما انا عاقب ده واللي نجح يستمر والمؤدب والمحترم يستمر في الملاعب لغايه ما الدنيا تنضف وتبقى كويس. عموما هنشوف كل هذا الكلام، ولكن خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا في هذا الحوار المنتهى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو ابدا بحضرتك يا استاذ محمد، الفتره القادمه مهمه جدا للنادي الاهلي على المستوى الفني والمستوى الاداري وكل شيء. ايه اللي هيحصل في النادي الاهلي في الفتره اللي جايه؟ يعني على مستوى كره القدم او على طبعا على مستوى كره القدم. طبعا بص، على مستوى كره القدم انا متاكد يرحمكم الله، على مستوى كره القدم اتوقع ان الامور هتختلف تماما، خصوصا لما الصفقات الجديده تنضم ليك. ما انت مش هتلحق الصفقات الجديده في دور الافريقي، دور من بعد الماتش ده ما يخلص دور الاثنين خلاص بقوا معاك يعني ويكون معاك في الدوري، الدنيا هتبقى مختلفه والشكل هيبقى مختلف. يعني اتوقع تحسن في اداء وشكل الاهلي ان شاء الله خلال المرحله القادمه، شريطه ان يكون في هناك يعني نوع من الابداع لدى الجهاز الفني للنادي الاهلي بشكل مختلف بفكر مختلف، ما تمشيش الامور بشكل تقليدي زي ما صارت فيه عليه في الفترة في الشهور الاخيره. يعني على المستوى الاجتماعي ومستوى الاداري، يمكن طبعا احنا بنترقب وننتظر انتخابات النادي الاهلي المقبله، واعتقد ان حتى الان لم يظهر احد ولم يتقدم حتى اليوم الثاني على التوالي، الناس كلها مندهشه اليوم الثاني على التوالي في انتخابات النادي الاهلي لم يتقدم احد، مش عارفين الامور هتوصل لغايه فين، غريبه. اليوم الثاني على التوالي لم يظهر احد، غريبه جدا، مش عارفين بكره الدنيا هيبقى شكلها ايه. النادي الاهلي دايما بكل حاجه مختلفه، بكل شكل يعمل حاجه مختلفه دايما. يعني بص، لو رحت في معظم الانديه تلاقي من اول ساعه في اول يوم فتحت غد تلاقي تدفق. طب اربع اللجان اللي قاعدين دول في النادي عشان قاعدين لجان قالهم لليوم الثاني، طب بعدين ما يجوا يوم واحد وخلاص، تعملها يوم واحد وخلاص. لليوم الثاني على التوالي مفيش مرشحين، لكن اعتقد ان الرؤيه هتبان يعني في النص الثاني من بعد المؤتمر ان شاء الله. يعني مؤتمر كابتن خطيب كله بينتظر ويترقب كابتن محمود خطيب ماذا سيفعل بكره ان شاء الله. بكره هيكون المؤتمر، طبعا المؤتمر اللي انا بعتبره برده يا كابتن تاكده كامل احنا قلناه، مؤتمر الثقه لمن يدير النادي الاهلي، مؤتمر الوفاء بالوعد، مؤتمر انا قلت كلمه وبحققها. مفيش حد يعمل كده الا اذا كان واثق من نفسه بنسبه 100% ان كل الكلام اللي قاله من شهر نوفمبر 2017 بس دي ما فيهاش كدب يا استاذ محمد، ما بقول لك ما فيهاش ضحك على الدقون. يعني ما انا بقول اصل ما هو إيه؟ انت بتعمل كده ليه؟ النهارده كان او خلال السنه اللي فاتت قلت ان هيبقى معايا الاستاذ محمد القوصي، فالاستاذ محمد القوصي قاعد اهو يعني انت فاهم. مش اصل انت انت انت, انت قلت ايه؟ انا معايا برنامج اسمه عائله الاهلي، ده البرنامج يا جماعه موجود، بص وعليه الاضافات اللي موجوده بالكامل. البرنامج تحقق كل الاستحقاقات التي وعد بها مجلس كابتن محمود الخطيب تحققت،
وبشكل رائع وبزياده. فده وده اللي خلاه يطلع ويقول. اعتقد لو حد قال كلام وما قدرش ينفذه مش هيقدر يواجه الناس بالظبط. فده تاكيد لهذا الكلام. اعتقد على المستوى ده على المستوى الانتخابي، المستوى الانشاف النادي الاهلي، النادي الاهلي داخل على مرحله كبيره جدا، ينتظر افتتاح فرعه الخامس الذي اوشك على الانتهاء في التجمع الخامس. الحقيقه دي حاجه مهمه جدا، النادي الوحيد اللي ليه خمس فروع، حاجه عظيمه داخلين عليها ان شاء الله في المرحله المقبله. غير بقى الاوضاع الماليه والاوضاع الاقتصاديه والتطورات وشركه الاهلي لكره القدم، اشياء كتيره جدا ينتظرها الاهلي ان شاء الله في 2022. برضه خلينا ناخد وجهه نظرك بالنسبه لكره القدم وبالنسبه للناحيه الاجتماعيه. هو بالنسبه لكره القدم يعني انا عايز بس على صعيد الجهاز الفني يعرف ان الامور ما تزيدش اكتر من كده. اوكي. ما تعديش اكتر من كده. لان فنيا وبدنيا على فكره. يعني لابد ان النادي الاهلي بدنيا يكون اعلى من كده. في بعض القصور البدني عند بعض اللعيبه واضح جدا. انا ما ينفعش، وشيء على فكره زعلني كواحد اهلاوي، انك بعض الناس بدات كانت بتقارن بين بعض اللعيبه امبارح، يعني تقارن تقول لك شوف اكرم توفيق عمل ايه. ما ينفعش. لابد ان يكون ده حال كل لعيبه النادي الاهلي. المفروض ان وانا بشاور بقول شوف واحد مثلا كان قليل، لما ينفعش في النادي الاهلي يقول شوف اكرم توفيق وليد سليمان عملوا ايه، ده ما ينفعش. فلازم الجهاز الفني ياخد باله من النقطه زي كده. دي لابد ان هي تكون الفتره اللي جايه واضحه، علشان النادي الاهلي متعود يكون في المكان اللي المفروض انت بتبني خطوه ورا خطوه ما بترجعش. دي من ناحيه الكوره. من ناحيه الانشاءات طبعا النادي الاهلي زي ما يعني مش هعرف ازود على اللي قاله الكابتن الاستاذ محمد القوصي، قال على كل التفاصيل بتاعه النادي الاهلي خلاص اوشك على الفرع الخامس، وفي تفكير لحاجات اكتر من كده بكتير الفتره اللي جايه. وده اللي هيقوله اللي انا عارفه، يعني ان مجلس اداره النادي الاهلي او المجلس اللي هينتخب ان شاء الله الفتره الجديده هيقول من ضمن البرنامج بتاعه ايه، الفروع الثانيه هتبقى الزياده فين. فالنادي الاهلي ما بيقفش عند حد معين سواء على ناحيه الانشاءات او الشركات. ده سر نجاح النادي الاهلي يا كابتن الفتره اللي فاتت واللي جايه باذن الله. اتفضل. انا قلقان على الماتش اللي جاي. يعني هو ماتش ممكن يكون للناس كتيره سهل، لكن انت نفس العناصر اللي كانت موجوده معاك هي نفس العناصر اللي هتلعب الماتش اللي جاي. مفيش حد من الناس اللي كان مستني نفسه هو اللي يخش. محمد حسين لا صلاح محسن صعب جدا. حسين الشحات اعتقد برضو يعني 50-50. الوحيد اللي ممكن يرجع لك محمد مجدي قفشه. فانا اتمنى من الجهاز الفني ده امنيه مش توقع، يعني ان مستر بيتس موسوماني يقفل ده وده، يعني يقفل انه يسمع انتقادات الناس بتتكلم عن حاجات. ده طبيعي على فكره. لا بس اصل طبيعي، ده مدربين العالم كلهم بيتم انتقادهم. حلو. يبقى اقفل ده وتقفل ده. يعني ما تتكلمش وما تسمعش، اسمع للجهاز المعاون بتاعك، شوف الاخطاء اللي عندك. مفيش فريق مفيش اخطاء. بالظبط. بص على الاخطاء اللي عندك واشتغل عليها. اتمنى ان اللعيبه خصوصا كباتن الفريق كابتن محمد الشناوي وكابتن على فكره كابتن. بالمناسبه انا كنت عايز اقول لك على النقطه دي، لان هم قايمين بدور كبير جدا 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 جدا. انا بس مش عايز اقعد اقول جدا من كتر ما الواحد لان انا سمعت من 4-5 يعني، مش من كباتن الفريق، من اللعيبه نفسها بيعملوا معاهم ايه وبيقعدوا معاهم قعدات عامله ازاي. تمام. بس احنا محتاجين 3-4 ايام دول. الماتش ده ممكن تكون ناس شايفاه ماتش سهل، لكن الماتش ده اللي هيوصل لك دور المجموعات لازم باي شكل. والنتيجه دي على قد ما هي نتيجه ممكن تبان ايجابيه للنادي الاهلي، لكن نتيجه صعبه جدا. لازم تكسب باي شكل من الاشكال، لان انت نفس العناصر هتلعب بها ماتش العوده. على المستوى الاجتماعي والاداري ومستوى النادي الاهلي، اعتقد هيبقى المرحله اللي جايه هتبقى مرحله المدينه الرياضيه اللي هتعمل في الشيخ زايد، اللي هو الاستاد والمتحف والملاعب الرياضيه والمستشفى. الشركات بقى اللي تم انشائها كلها دور. اعتقد هي هتبقى المرحله الاهم، وهيبقى بقى المرحله الثانيه في فرع التجمع الخامس دي هتبقى الشغل الشاغل بتاع الفتره اللي جايه في النادي الاهلي. ابو علي، انا يمكن اختلف مع الاستاذ حكيم في حته الماتش اللي جاي. لا احنا راجع حسين، راجع قفشه يعني قوه في فرقه الاهلي. حسين الشحات ناحيه اليمين طبعا هيفرق وجوده ناحيه اليمين في ظل مستواه قبل الاصابه. محمد محمود اللي ما قدرش يشترك في الملعب اللي هناك عشان خاطر ارضيته والكلام ده، هيبقى ملعب الاهلي والسلام. محمد محمود كان موجود في الماتش بس هو ما شاركوش. خاف على العناصر، هو بيقول خاف عليه الماتش. الراجل خاف يلعبه عشان ارضيه الملعب، فهيبقى جاهز ممكن يلعب معاك شوط الماتش الجاي. ومحمد اضافه كبيره، بعتبره صفقه جديده من ضمن صفقات النادي الاهلي. ماتش يعني انا شايفه مش صعب، لكن جمهور الاهلي عايز يشوف حاجه مختلفه. هي صعوبته ان جمهور الاهلي عايز يشوف من اللعيبه حاجه مختلفه. اتوقع الاهلي يكسب سكور وهيعمل ماتش كويس، وباذن الله موجودين فيه. انا معاك على فكره. يعني الماتشات دي اللعيبه لما يعني بتعمل، مش عيب ان انت تقول للعيبه برضو خلي لا اكيد انت بتحذر. لا طبعا طبيعي. لا طبعا وجهه نظر على فكره. ما هو انا معاك في اللي انت بتقوله برضو، خلي بالك. يعني هو في النهايه
كل واحد فينا بيقول حاجه هو بيقولها عشان خاطر حاجه واحده بس، ايه؟ ان احنا نعدل مصلحه النادي الاهلي. لا لا، مصلحه النادي الاهلي سواء انت لما هو يعني زي ما مثلا استاذ حكيم حذر وقال خدوا بالكم الماتش صعب، انا شايف من وجهه نظري كراجل يعني متابع جيد للنادي الاهلي او شايف شكل الفرقه والكلام ده، لا شايف عوده حسين، عوده قفشه، وجود محمد محمود لو نزل، البدايه باكرم توفيق، بدر بنون يلعب، ارضيه الملعب، الاجواء، الكواليس المحيطه بالماتش هتخلي الاهلي يعمل ماتش كبير وهيقدر يكسب سكور كمان باذن الله، دي ما فيهاش نقاش. ككوره كمان فرقه قليله قوي، احنا اللي اديناهم الفرصه ان هم يعملوا معانا كده، هو ده اللي مزعل الناس. ايوه ما انا بزعل الناس كمان. تصريح المدير الفني بتاعهم يا كابتن امبارح، اتمنى لعيبه الاهلي تكون سمعته، قال لك انا عرفت النقط الايجابيه والسلبيه في الاهلي ورايح العب ماتش. خلي بالك هو ما شافش. معلش معلش، اصل الكلام ده والله مر عليكم كتير يعني. بص كنت بالظبط الواحد ده، بص بنسمع من الكلام ده بالعكس، احنا دايما بناخدها بالشكل ده بنطمن، لان التصريحات انا اول لما ابص كده زمان يعني ما كانش في تليفون وما تفتح الجورنال كده وتلاقي مدرب خالد الاتريبي، مدرب اللي ايه يقول لك ده الاهلي، ده احنا هنكسب، ده الاهلي فريق ضعيف وهنكسب 3-4 بالنسبه لي. تشوف كده تعرف، لكن هو كلام في النهايه، لكن هو كلام المدربين يعني. على فكره هو مش هقول له انا، هو لو ما شافكش لو شاف الاهلي الحقيقي في الماتش كان عمره ما هيطلع يقول الكلمه دي. هو عارف هو عارف، بس هو هيشوف الاهلي والاهلي اول مره يشوفه عليك يعني. هو بيشتغل شغل لنفسي شويه بالظبط كده، لكن انا شغل قديم. انا واثق في اللعيبه بتاعتنا، لعيبه رجاله وهيقدروا كلنا واثقين فيهم. الكلام اللي حصل ده وعوده اللعيبه اللي غايبه يعني زي ما بقول لحضرتك، الاجواء والملعب والكلام ده هيفرقوا معانا ان شاء الله على المستوى الاجتماعي يعني ليس في الامكان افضل من مكان. انا شايف هيحصل شغل كتير قوي، لكن بجد اللي حصل وسبب عدم تقدم احد سواء بالامس او اليوم للانتخابات، ان اللي حصل من المجلس ده في الاربع سنين اللي فاتوا يعني مخلي الناس كلها، حتى انا يعني هروح، الناس دي عامله ارضيه كويسه جدا بين الاعضاء وعاملين شغل محترم، فكله متحفظ مستني يشوف شكل القائمه بتاعت كابتن محمود الخطيب، ومستني يشوف المؤتمر بتاع بكره، وناس كتيره قوي هتشكل وجهه نظرها وتوجهها في الانتخابات او اللي ناويه تعمله بعد المؤتمر بتاع بكره، وبعد كده الاعلان عن قائمه. لو بعد المؤتمر بتاع بكره يبقى كله هيقفل. ايوه ما انا بقول لحضرتك هتفضل الدنيا فاضيه لغايه يوم السبت اللي حصل حاجه طبعا تدعو للفخر. وكواحد اهلاوي لما اشوف النادي بتاعه كنادي رياضي عنده العاب كتيره جدا، في انديه كتيره عامله فروع كتيره في كل حته، بس ما عندهاش كم الالعاب دي وكم المصاريف اللي بتصرف والتعاقدات والحاجات دي. واللعب على رقم واحد بالظبط، مش على رقم اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه، بتاخد بطولات يعني. انت لقيت نفسك بتصرف هنا كتير فتقول ايه، لا طب انا اقلل من هنا شويه مش مشكله، لو خدت ثالث ولا رابع كويس برضو. انت ما عندكش الاوبشن ده، ما عندكش الاوبشن ده. توحيد كمان هويه شكل المقر والفروع سواء الباب او من جوه، تخش النادي تحس ان انت الفروع زي المقر كلهم شكل واحد. دي انا وجهه نظري يعني، الحقيقه بعتبرها واحده من ابرز وافضل اللمسات، انك بتعمل الشخصيه هويه. ان انا زمان كنت لما بمر جنب النادي الاهلي والاقي السور وعليه سلك شائك وحاجات مش لائقه بالنادي الاهلي كنت بزعل الحقيقه من الوضع ده. دلوقتي النادي الاهلي بقى ليه شكل وشخصيه، بحيث انك انت مجرد ما تشوف صوره طول عمر الاهلي شكل ده النادي الاهلي. انا بتكلم عن شكل من بره خالص. هو كنت الاسلام يعني اللي حصل بشكل شكل السور اللي معمول والبوابات، الحقيقه يعني فكره جميله جدا، بنحيي اداره الاهلي عليها الحقيقه يعني. هو هم بامانه يعني، ختاما لكلامنا او يعني اخر حاجه ممكن نقولها، احنا كناس اهلاويه لازم نوجه الشكر للناس دي بجد على عمله، ان انت تبقى مختلف وان انت تبقى راقي في تعاملاتك حتى في ظل الازمات وفي ظل المشاكل اللي حصلت وفي ظل الدنيا كلها عندها مشاكل، وانت ثابت وماشي بشكل كويس بتنجح وبتحقق نجاحات سواء زي ما قلنا كوره او اقتصاد او على المستوى الانشائي، ان انت اول نادي في مصر يعمل الشركات سواء شركات بقى انشاءات او خدمات او شركه الكوره، ان انت تطور في الفريق بالشكل ده. احنا لو اتكلمنا من 2017 لحد السنه دي على كم الصفقات اللي جت وكم التدعيم اللي حصل لفرقه الكوره، لا كم مهول، وجبت لعيبه على اعلى مستوى لحد ما وصلت في الاخر. وانت تعلم يا كابتن الاسلام ان بناء فريق الكوره مش سهل، انت كل فتره بتجيب صفقات، في ناس تقدر تلبس تيشيرت الاهلي وتستحمل الضغوط، وفي ناس بتبقى نجوم في فرقتها وما تقدرش. وده اللي كان بيميز جيلكم، ان الجيل بتاعك كان كل اللعيبه فيه عندها شخصيه، بلعب نهائي زي بلعب تمهيدي، بلعب قدام جمهور زي بلعب من غير جمهور، بلعب ماتش صعب زي سهل، شخصيه اللعيب هنا اللي بتفرق. ففي لعيبه كتير ما قدرتش تستحمل الضغوط دي وما قدرتش تلبس التيشيرت بتاع النادي الاهلي، وفي لعيبه كملت. فالصفقات دي
اما موسم تجيب 11 صفقه بعد كده 11 صفقه بعد كده خمس صفقات في خمس صفقات والسنه دي يعني تم التدعيم بشكل في الاخر وصلت ان انت عندك في كل مركز ثلاث لعيبه او اربع لعيبه احسن هو ده اللي كان بيتكلم وده اللي بيعمل الحاله التنافسيه اللي بتخليك وانت نادي بتشترك في دوري وكاس وسوبر مصر وسوبر افريقي ودوري ابطال وممكن توصل كاس عالم ست بطولات في الموسم لازم يبقى عندك الشكل ده ولازم يبقى عندك القوام اللي في كل مركز في الملعب فيه او ثلاث لعيبه زي بعض او قريبين من بعض وده يحسب طبعا لمجلس اداره النادي الاهلي وكابتن محمود الخطيب بصفه المشرف العام على فريق الكوره وده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه انا بشكركم جدا جدا انا لسه ما خلصناش على فكره الحلقه ولكن النهارده الحقيقه عندي تقرير مهم جدا هي سيده عظيمه الحقيقه وهي مثال رائع للسيده المصريه العظيمه اللي بنشوفها دايما في كل حته في مصر هي سيده مصريه اهلاويه ام خالد سيده مصريه اهلاويه هي بتشتغل في الغاز يعني انابيب الغاز بتاخد الانبوبه تطلع بيها للبيت تحط الانبوبه سيده مصريه مكافحه اصيله الحقيقه ايه يا كابتن ام خالد لازم تبقى اهلاويه على طول طبعا عشان ام خالد ماشي فالحقيقه هو تقرير رائع جدا انا عايز حضراتكم تقعدوا تتفرجوا على هذا التقرير عشان تعرفوا قد ايه كم الحب اللي بتحبه او اي حد اهلاوي بيحب النادي بتاعه قد ايه كلمات مهمه جدا وسط هذا التقرير هسيب حضراتكم مع تقرير هام جدا لواحده من السيدات او من سيدات مصر حاجه محترمه جدا وحاجه رائعه جدا بتحب النادي الاهلي واحنا حاولنا الحقيقه ان احنا نكون جزء من تحقيق حلم ولو بشكل بسيط ان هي تكون موجوده داخل النادي الاهلي وده اللي حصل النهارده خلينا نطلع نشوف هذا التقرير وبعد التقرير التتر بقى وبعد التتر هشوف حضراتكم بكره على خير ان شاء الله اشكركم وان شاء الله اشوف حضراتكم على خير بعد هذا التقرير الهام جدا اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين الحقيقه تقرير مهم جدا بالنسبه لي وبالنسبه لكل مشجعي النادي الاهلي النهارده عندنا تقرير مهم من داخل البيت الكبير من داخل النادي الاهلي سيده عظيمه سيده بتجتهد علشان ولادها عشان والدتها عشان جوزها عشان كل حاجه الحقيقه مثال للسيده المصريه اللي دايما بننظر لها بفخر واعتزاز ام خالد هتكون معانا النهارده هي مشجعه اهلاويه انا شفت الفيديو الحقيقه انا ومجموعه العمل على جريده الوطن او فيديوهات جريده الوطن وكانت بالنسبه لنا لحظات مؤثره جدا اللي بنسمعها قد ايه هذه السيده الجميله كانت بتشوف شغلها وبتشجع النادي الاهلي في نفس الوقت فحاولنا او هنحاول خلال اللحظات القادمه ان هي تكون مبسوطه ولو يعني بجزء بسيط جدا جدا بوجودها داخل البيت الكبير النادي الاهلي من خلال ان هي تبقى موجوده معانا في هذا اللقاء اللي هاخده انا وهي وبعد كده هنطلع بقى نتفرج على كل معالم النادي الاهلي ازيك يا ام خالد ازي حضرتك كابتن اخبارك ايه الحمد لله في كله تمام نعم انت الله وحشانا جدا ده اولا ربنا يخليك اتفرجنا على الفيديو اللي انت كنت عاملاه على جريده الوطن او على فيديو جريده الوطن وساعدنا بالكلام سعدت جدا الحقيقه وكل الاهلاويه ساعدوا بهذا الكلام ربنا يخليك وبنحاول على قد ما نقدر ان انت تكوني معانا من خلال شاشه قناه النادي الاهلي داخل البيت الكبير النادي الاهلي يعني فخر ليا طبعا ان انا ابقى ظاهره موجوده معانا ان انت موجوده معانا اتفضلي فخر ليا طبعا ان انا ابقى موجوده في قناه النادي الاهلي ومع حضراتكم ربنا يخليك يا ام خالد ربنا يخليك يعني اولا احكي لنا انت بتشتغلي ايه وايه الوضع والدنيا عامله ازاي والنادي الاهلي بيمثل ايه بالنسبه لك بيمثل حاجات كتير حاجات كتير بالنسبه لي يعني ببقى شغاله بالتروسيكل بالانابيب ولو في ماتش الساعه 3 مثلا اروح واقف على نص القهوة ابص على النتيجه لو انا مخلصه بقعد اكمل بقيه الماتش انت بتشتغلي بتغيري انابيب بتبيعي انابيب بوديها لحد البيت بوصلها لحد منطقه ايه بقى منشيه البكاري في منشيه البكاري في الهرم في الهرم منشيه البكاري عند في المربع بقى اللي احنا فيه عند رسلان والحتت دي في البلد عندنا في كل حته انا في اي حته حد يرن عليا وبروح له في اي حته وتروحي وانت اللي بتطلعي لهم الانابيب مش شغلانه صعبه؟ طبعا صعبه مفيش حاجه بالسهل طبعا ربنا يديك الصحه بس هو بقى اكل العيش بقى اكل العيش ربنا يديك الصحه ربنا يخليك عندك كام ولد يا ام خالد؟ عندي خالد وسعيد وحبيبه خالد وسعيد وحبيبه ربنا يخليهم لك كلهم اهلاويه؟ كلهم كلهم ها؟
ووالدتك اخبارها ايه؟ ده متعصبه اكتر مني. لا والله والله مش كنت جبتيها معاكي؟ ربنا يديها الصحه بس ربنا يديها الصحة عشان هي تعبانه. رجليها تلاقي رجليها ربنا يديها الصحه. ربنا يديها الصحه. تتوقع على رجليها بس ومركبه شرايح ومسامير والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. في العربيه بتاعت البرسيم اللي هي كانت بتركبها دي. كانت بتركب عربيه برسيم؟ كانت بتوزع برسيم يعني. بتوزع البرسيم برضو على البيوت. فوقعت على رجليها فلا مؤاخذه العربيه بتاع الحمار دست على رجليها. من شهر 12. ايوه. مركبه شرايح ومسامير ولسه لحد دلوقتي ما تتحركش. قاعده في البيت على السرير. ربنا يقوى بالسلامه يا رب. ربنا يخليك. ربنا يقوى بالسلامه. قولي لي يا ام خالد، يعني لما سمعت ان النادي الاهلي بيستضيفك هنا في البيت الكبير، يعني احنا دايما بنسمي النادي الاهلي. بقيت ماشيه في الشارع مبسوطه. اتبسطتي؟ اول ما جال الرقم ورن عليا وبيقول لي عايزين نقابلك في قناه الاهلي. اتبسطت جدا. ايوه. وبقيت داخله على والدتي قلت لها اسكتي. مش انا رايحه الاهلي؟ قالت لي يا شيخه. قلت لها والله رنوا عليا. رنوا عليا واستضيفوني. اول مره تخشي النادي طبعا. اول مره. مبسوطه ان انت موجوده في النادي الاهلي؟ جدا. انت طول عمرك مبسوطه. وملك وكتابه بتفرج عليها 2 وخميس كمان بستناها. 2 وخميس بتفرج عليها. وايه تاني؟ وتتفرجي على كل البرامج يعني. وحضرتك الساعه 11. والله بفضل قاعده لحد ما بيخلصوا كمان. ايوه. بتصحي امتى الصبح بقى؟ حسب بقى الساعه 8 على حسب الشغل اللي عندك. طيب الماتشات اللي انت بتحبيها للنادي الاهلي بيتفرج او انت بتتفرجي فيها على النادي الاهلي، اكتر ماتش معلق في دماغك ايه؟ كتير، بالذات بتاع ابو تريكه. بتريكه ايه الصفاقسي؟ بتاع الماتش اللي هو جه في اخر دقيقه ده. اللي جاب الجون بشماله. الدنيا اتقلبت. كنت فين انت ساعتها؟ كنت موجوده في بيت ابويا. بتتفرجي على بيت ابو في البيت عند الحاج. لسه ما كنتيش نزلت اشتغلت؟ لا كنت موجوده بوالدي الله يرحمه برضو. كان بيبيع يعني بطيخه كده وكنت بنزل معاه. كان برضو معايا عربيه. اهلاوي برضو الله يرحمه. الله يرحمه. انتوا بيت كله اهلاوي؟ كلنا اهلاويه. والله العيله كلها اهلاويه. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. الماتش ده بيفكرك بايه او يعني عملت ايه ساعتها لما ابو تريكه جاب الجون ده؟ الدنيا اتقلبت. وعايز اقول لحضرتك احنا لما بناخد بطوله. عيالي بيقعدوا يزنوا على لازم تعزمينا على حاجه. والله لازم تعزمينا يعني. انت مش الاهلي كسب؟ مش انت قلت لو كسب وخد بطوله هعزمكم؟ لازم تعزمينا. وبتعزميهم؟ فعلا بعزمهم. بتضحكي عليهم؟ لا بعزمهم. بعزمهم والله. بجيب لهم في البيت يعني حاجات اللي هم عايزينها. اتفرجتي على ماتش القاضيه ممكن اللي هو الاهلي والزمالك في نهائي افريقيا؟ كنت واقفه على حيلي. كنت بتتفرجي عليه في الشارع؟ كنت واقفه على حيلي. كنت واقفه. بص ما قلتش لحضرتك اي ماتش للاهلي وبيبقى صعب. دماغي دي بتنفجر واقسم بالله. دماغي بتصدع. لدرجه عندنا في البيت يقعدوا يقولوا لي يخرب بيتك هيجري لك حاجه. هم يعني يدوك ايه؟ قلت لهم مش عايزه حاجه. انا لو كسبوا انا اللي هجيب لكم. لا والله انا اللي هجيب لكم. انا مش عايزه من حد حاجه. انا هجيب لكم انا. يعني حب النادي الاهلي ده. يقولوا لي هتجيب لنا يعني حاجه ساعه؟ اقول لهم هجيب لكم حاجه ساعه. هتجيب لهم حاجه ساعه؟ هجيب لكم. بتجيب لهم دايما؟ بجيب. بسم الله ما شاء الله. الاهلي بيخليك تدفعي كتير؟ طبعا. امال ايه؟ جدا. عشان بيكسب بطولات كتير طبعا يعني. طبعا ربنا يحفظهم. بس بتبقي مبسوطه؟ انا سمعتك ربنا بتقولي ربنا يحفظهم يا رب. وال11 جايه ان شاء الله. يا رب ان شاء الله باذن الله. متابعه مين اكتر او يعني شايفه مين افضل لعيب من اللي موجودين او اللعيبه اللي موجوده دلوقتي يعني قبل الجيل اللي فات؟ ما نتكلم عن الجيل اللي فات. كلهم ربنا يبارك لهم. مجدي قفشه. ومحمد شريف والشناوي طبعا. النجم بتاعنا الشناوي. تحب الشناوي؟ ايوه طبعا. النجم بتاعنا. زعلت لما اتصاب؟ جدا. ايوه زعلت طبعا. بس علي لطفي برضو جون كويس. ايوه ربنا يبارك له. برضو صد كورتين امبارح الحمد لله. اتفرجتي على ماتش امبارح برضو؟ ايوه. امال ايه؟ وانت ماشيه؟ بس الشوط الثاني بقى كنت روحت. روحت لانه كان بدا 5:30 كنت لسه ما روحتش. بس لحقت بقى الشوط الثاني في البيت. زعلانه من اداء الاهلي امبارح ولا مبسوطه ولا المهم النتيجه ويحلها الف حلال لما الماتش التاني؟ لا طبعا احنا في متوشة بتزعلنا. في متوشة بتزعلنا. بتزعلنا لان بيبقى بيدينا المكسب واحنا اللي بنضيعه. بيبقى في ايدينا يعني نكسب وبيجينا فرص سهله جدا. يعني فرص مننا للجون وسهله ونضيعها بتزعل. زعلتي على الدوري السنه اللي فاتت طبعا. ولا كان بقى 6-7 بطولات قبلها فكنت زعلت طبعا. بس هو الاهلي بيفرحنا على طول
واحنا مستنيين اللي جاي ان شاء الله يبقى احلى. وزعلت طبعا على السوبر جدا. وعلى السوبر طبعا. عايزه ايه من اللعيبه خلال الفضل يعني لو هتوجهي رساله للعيبه تقول لهم؟ عايزه ربنا يكرمهم ويكسبوا لنا البطولات اللي جايه ان شاء الله. ربنا يصلح حالهم بس ويكفيهم شر الاصابات. عشان الاصابات دي على طول على طول اصابات. فربنا يكرمهم ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. برضو عايز اسالك بتتابعي اوروبا؟ بتتابعي محمد صلاح؟ بتابعه. ايه رايك في محمد؟ شفت الجون اللي جابه؟ انا شفت. انت شفتي؟ ايه رايك؟ شفت. عايزه خالد يبقى كده ولا؟ ربنا يوفقه يا رب. عايزه خالد يبقى زيه كده؟ ربنا يصلح لهم الحال. ولا زي قفشه والشناوي اتمنى طبعا. اتمنى. يعني بصراحه ابو خالد يعني التقرير ده بالنسبه لي واحد من التقارير المهمه جدا. ربنا يخليك. لان انت بتمثلي السيده المصريه الجميله في مصر الحقيقه. ربنا يخليك. وشك جميل وكلامك جميل وانت تستحقي كل الخير الحقيقه. واحنا بنشكرك النهارده طبعا على ان احنا استضفناكي. يعني ده شرف لينا اولا ان انت تكوني معانا. ودايما الاهلي هو فرحتنا يعني طبعا. كلنا كأهلاوية. أيوة. الأهلي دايما هو فرحتنا طبعا. والأهلي فوقنا كلنا فوق الجميع. يعني فوقنا فوق أبنائه. عشان هم بيقعدوا يقولوا إزاي الأهلي فوق الجميع؟ مش لا الأهلي فوقنا إحنا فوق الجميع فوق أبنائه. مش فوق حد تاني. لا. احنا فوق النادي الأهلي بس فوق ولاده. واحنا بنتبسط. احنا فخورين بالنادي بتاعنا. طبعا فخورين. واحنا كمان اللي بيمشي من عندنا في النادي ما بنبقاش زعلانين. لا. لان هو اللي يزعل على نفسه عشان بيشوف اللي بيحصل له. حتى لو بياخد فلوس كتير. ايوه طبعا. انا هاخد جنيه في الاهلي و10 بره. طب ما هو انا المفروض اخد بطولات ما ياخدش فلوس. ما حصل اهو مع رمضان ومع عبد الله السعيد ومع غيره ومع غيره. اسماء كتيره الحقيقه. كتير. اخيرا انت مبسوطه النهارده ان انت موجوده؟ يعني مبسوطه. على الله نكون عملنا حاجه ولو بسيطه جدا في ان احنا نبسطك خلال رحله من الحياه صعبه جدا انا عارف. ولكن في النهايه انت بتمثلي السيده المصريه المثال لكل سيده مصريه الحقيقه موجوده في مصر خلال هذه الفتره. انا بشكرك جدا. احنا دلوقتي هنقوم نلف على النادي كله. هوريكي التتش، هوريكي اللعيبه بتتمرن فين، هوريكي اللعيبه بتقعد فين، هوريكي اهم المعالم اللي موجوده في النادي الاهلي. ويعني يا رب نكون عملنا حاجه ولو بسيطه معاكي. ربنا يخليك. يعني وانا شرف ليا طبعا ان انا ابقى موجوده في النادي الاهلي. ربنا يخليك يا ام خالد. ومبسوطه ان انا مع حضرتك. وكان نفسي ابقى مبسوطه اكتر ان انا اشوف الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب ان شاء الله كلنا بنحبه فعلا. طبعا الكابتن الخطيب فعلا يعني اسطوره كبيره. الاسطوره بتاعتنا طبعا. ربنا يكرمه يا رب ويحفي عنه يا رب. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله قريب ان شاء الله تسمعي خبر برضو نسمعي خبر الله. يفرحك وتزوري النادي الاهلي مره ثانيه والكابتن الخطيب يكون متواجد ان شاء الله. انا بشكرك يا ام خالد. تعبناكي معانا النهارده وجبناكي وضيعنا عليكي اليوم كله. ولكن انا بشكرك جدا واتمنى ان احنا نكون بقول لك لو عملنا حاجه بسيطه جدا معاكي ومع الولاد وتبقي في وسط ناسك كده وفي وسط الاهلاويه كلهم. لا انا رحت النادي الاهلي وشفت. أيوة النادي طبعا. امال ايه. والله لسه واحد امبارح بيقول لي انا شفت الفيديو بتاعك. هو زملكاوي وانا بنخشه على طول. يقول لي هتروحي؟ قلت له هروح. يا شيخ عايزه تشوف الخطيب؟ قلت له طبعا. امال ايه. انت تكسبه؟ قلت له ان شاء الله هنكسب. هم عندنا يعني عارفين ان انا متعصبه جدا وبقعد بقى انا اغشهم يعني. لو مثلا احنا خدنا منهم حاجه وكده بيشوفوني اصلا بيستخبوا. لا والله. عشان هم عارفين هعمل فيهم ايه. والله العظيم. ربنا يديك الصحة. ودايما الأهلي يفضل فوق جميع أبنائه زي ما دايما بنقول وزي ما حضرتك قلتي. ولو عايزة تقولي أي حاجة يعني عايزة توجهي رسالة للجمهور الأهلي، للعيبة الأهلي، للكابتن خطيب، لمجلس الإدارة، أي حاجة يعني اتفضلي حضرتك. الكاميرا معاكي. اتفضلي قولي اللي أنت عايزاه. ربنا يخليك. طبعا بشكركم طبعا كلكم وبشكر الكابتن الخطيب. مفيش نصيب إن احنا نشوفه. وربنا يوفق اللعيبة إن شاء الله في اللي جاي. وان شاء الله جاي ان شاء الله يبقى احسن واحسن باذن الله. جمهور الاهلي تقولي له ايه؟ طبعا جمهور الاهلي دايما مساندنا ومساند الاهلي وفي ظهره على طول. باذن الله ان
متشكرين جدا يا ام خالد، تعبناكي النهارده وضيعنا لك اليوم، ولكن احنا سعداء بيكي جدا جدا جدا، ويعني دايما مشرفانا ودايما الاهلاويه في كل مكان. متشكرين جدا يا ام خالد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. زي ما حضراتكم شايفين ده مثال بسيط للسيده المصريه الاهلاويه اللي بتجتهد عشان ولادها وعلشان ناسها، وبرضه بتحب ناديها باقصى درجه زي ما حضراتكم شفتوا. هنطلع فاصل وانا هاخد ام خالد دلوقتي وهنلف شويه في النادي الاهلي، وبعد كده نشرب معاها عصير ولا حاجه، وان شاء الله ترجع لشغلها، ودايما مشجعي النادي الاهلي يفضلوا دايما موجودين ونحاول نبسطهم على قد ما نقدر. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنرجع نكمل. طبعا يعني احنا سعداء جدا بوجودك معانا النهارده، وسعداء بوجود خالد معاكي. طلبتي او شفنا ان انت طلبتي ان انت تبقي موجوده في النادي الاهلي، فحاولنا ان احنا نحقق جزء من احلامك ومن حلم خالد ان انت تبقي موجوده في النادي الاهلي. اتفضلي يعني خلينا نتمشى في النادي، ويعني النادي الاهلي بالنسبه لك بيمثل ايه يا ام خالد؟ وبرده اسمع من خالد يعني. اتفضلي اتفضلي. بيمثل كتير. وبابا مبسوطه طبعا لما بتفرج على الاهلي ولما نكسب كده وناخد بطولات طبعا. بابا مبسوطه وفخوره. فخوره ان انا اهلاويه. بتشجعي الاهلي من زمان طبعا؟ من زمان جدا. من انا صغيره. الجيل اللي انت فاكراه بقى من الاهلاويه مين؟ القديم؟ قديم جديد اي حاجه. اي حاجه اللي انت عايزه. القديم. عايز القديم ماشي. القديم بركات، عماد متعب، ابو تريكه، حسام الحضري، كل الاجيال دي، وائل جمعه، جديد مجدي قفشه، محمد شريف، الشناوي، علي معلول، علوله طبعا. وانت يا خالد اخبار الدنيا معاك ايه؟ محمد شريف وقفشه طبعا، وكابتن محمد الشناوي. مين اكتر واحد بتحبه؟ محمد هاني، محمد علي معلول. علي معلول تحب؟ علي معلول تحب. وليد سليمان طبعا. طبعا. طبعا عامل كابتن وليد سليمان. مبسوط ان انت في النادي الاهلي؟ مبسوط وفخور يعني ان انا في النادي الاهلي طبعا. طيب هنكمل كلامنا مع السيده الفاضله ام خالد الحقيقه في ظل امور كثيره جدا وحاجات على قد ما بنقدر الحقيقه بنحاول ان احنا دايما نسعد الناس في هذه الامور. ده تمثال صالح سليم. أيوة كابتن صالح سليم طبعا الله عليه. الاسطوره الكبيره في الاداره وفي كره القدم. تفتكري ايه عن اهم قرارات خدها كابتن صالح وهو رئيس للنادي الاهلي، او يعني حاجه انت فاكراها صالح سليم عملها وكابتن صالح سليم عملها وشايفاها ان هي بتمثل شيء مهم؟ تسمعي عنه؟ تسمعي عنه؟ بسمع عنه كتير والله. والله شايفه بقى دي المدرجات بتاعه التيتش من هنا احنا. رايحين دلوقتي، بس هي دي المدرجات بتاعه. مختار التيتش. احنا النادي دايما بيبين كل حاجه من خلال الـ 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 الوسع اللي موجود لاعضاء الجمعيه العموميه. احنا كده شفنا تمثال الكابتن صالح، وهنكمل هنروح بقى لملعب مختار التيتش، برضو من الملاعب او المعالم الكبيره جدا داخل النادي الاهلي. بتحب الحاجات دي يا خالد؟ طبعا. النهارده هتبقى مبسوط وهترجع لاصحابك تقول لهم انا شفت؟ هتقول لهم بقى انا شفت ايه جوه النادي؟ ان انا فخوره بقى اهلاوي ومبسوط ان انا جيت النادي الاهلي. مبسوط ان انا جيت هنا وتصورت طبعا في النادي الاهلي. نادي القرن طبعا. ماشي. تفتكر انت عندك كام سنه؟ 16. تفتكر الماتش اللي انت بتحبه للنادي الاهلي اللي معلم معاك؟ بتاع افريقيا اللي خدناه من زمان، بتاع الدوري بتاع قضيه ممكن. عملت ايه ساعتها؟ فرحت جامد. فرحت جامد 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 جامد. كنت بتتفرج في البيت ولا بره؟ ايوه في البيت مع ابويا كده. والله. وعملت ايه بقى؟
فرحنا جامد جامد. ما كسرتوش حاجه؟ والله انا شلت ابن اخويا وقعدت الف بيه. لا والله والله شلت ابن اخويا وقعدت الف بيه واتنطط بقى. وعندنا بقى في الشارع بره زمامير بقى وبقى الشباب تهيص ونولع شماريخ و... لا والله والله اليوم كان ده يوم طب والعاشر العشرة بقى عشان بقى لها فتره طبعا غايبه عننا فعشان كده التسعه دي كانت فرحه بالنسبه لنا جامده اكتر من العشر. طبعا عشان بقى لنا كتير ومن الزمالك طبعا واخدينها يعني عشان تعرفي تنغشي الناس. طيب يعني طبعا البطوله الافريقيه التاسعه دي بطوله مهمه جدا ويعني كلنا فرحانين وكلنا مبسوطين ان احنا. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا احمد بيه؟ السلام عليكم. ربنا يخليك يا فندم. ان شاء الله يا فندم. فيعني التاسعه والعشره اعتقد بطولتين ورا بعض مهمين جدا. ايوه طبعا. ها؟ طبعا ان شاء الله. خالد قول لي برضو وانت قاعد بتتفرج على الاهلي بتبقى مبسوط؟ ايوه طبعا ببقى مبسوط جدا جدا ببقى مبسوط ان انا شايف اللعبة بتلعب حلو ومبسوطه وكده. يعني انت عاجبك الاهلي الايام دي؟ ايوه الماتش بتاع امبارح هو اللي ما كانش حلو قوي يعني بس الحمد لله احنا في ارضهم وجبنا جون يعني. الحمد لله. ده انا ناخده محلل معانا. ايه رايك؟ ايوه يحلل الماتشات. قال لك اهم حاجه ان احنا جبنا جون في ارضهم. ايوه ارضهم. طب الماتش اللي جاي يوم 23 يعني ان شاء الله متوقع ايه؟ باذن الله ان شاء الله بنكسب ان شاء الله 2-0 باذن الله. 2-0؟ ان شاء الله. اعتقد هو فريق عادي. عادي مش صعب يعني بس هي الارضيه كانت وحشه امبارح اصلا. الارضيه كانت صعبه جدا. انت عارفه الماتشات اللي زي دي دايما بتبقى فيها الحر والرطوبه والحاجات دي في افريقيا بتبقى صعبه جدا وهي الارضيه واعي مش متعودين ان احنا نتفرج على ماتش بالنهار يعني بنلعب بالنهار وكده. انهم مبسوطين ان احنا تعادلنا امبارح برده عادي مش مشكله ان شاء الله نكسب النهار. بس انا بالنسبه لي التعادل خساره ما بحبش نتعادل بحب نكسب على طول. ما هم الاهلاويه احنا الاهلاويه كده عندنا شغف بان احنا دايما نكسب وان احنا دايما ربنا يكرم ان شاء الله يا رب ان شاء الله. هنكمل جولتنا مع ام خالد وهنروح على استاد التتش نشوف ام خالد تشوف استاد التتش. هنروح نشوف هذا الموضوع يلا. زي ما انت شايفه كده ده دخلت الملعب ملعب مختار التتش. طبعا هو تم تجديده الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت المدرجات صور الشهداء اللي اتحطت الحقيقه كل حاجه يعني موجوده هنا. طبعا هنشوفه بقى ده كله دي ادوات الملعب يعني في ادوات هنا للملعب وفي كل حاجه يعني هو زي ما انا قلت لحضرتك النهارده للاسف الشديد ان اللعيبه كلها النهارده اجازه لان هم لسه راجعين من السفر امبارح فالنهارده وبكره هم اجازه لكن ان شاء الله فيما هو قادم ان شاء الله تبقي موجوده معاهم يعني ان شاء الله. كده احنا هنخش بقى ملعب خلود خش التتش. حلو عاجبك ها؟ طبعا احنا هنا عشان مش عايزين نروح الناحيه دي خالص لانه الناحيه دي المدرج اللي كان قابل ما عادي لو ده لو تراب حاجه من ريحه الاهلي. يعني حتى لو الارضيه دي تراب برضو حاجه من ريحه الاهلي مش هتزعلني. بتحب الاهلي للدرجه دي؟ بس ان احنا داخلين الاهلي. طبعا. طبعا. والله العظيم مش عشان اي حاجه اقسم بالله. انا فعلا بحب الاهلي بجنون. يعني بحبه جامد يعني وبشجعه جدا جدا. مش عشان مثلا ان احنا بنصور ولا كده لا. انا بحب الاهلي جامد حتى لو تراب. ان شاء الله. حتى لو طيب. تراب حتى اتفضل يا خالد يمكن تكون في يوم من الايام واحد من اللعيبه اللي موجوده هنا داخل النادي الاهلي. و هو كان بيلعب كوره عندنا في الليه بالساعه دي وكده بس هو اكمن يعني معيشه وكده فهو شغال. اشتغل معاكي اتفضلوا خلينا نتمشى كده برضو في مصنع بتاع المونتاج. انا بس عايزك تبقي دايما حاسه ان انت كنت في جوه النادي الاهلي اللعيبه بتتمرن فين. وطبعا زي ما قلت لك واحنا ماشيين ده كان اللي ورانا الصاله اللي بتلعب فيها الهاندبول والسله والطايره والحاجات دي كلها.
الالعاب العاب الصالات يعني. ايوه مبسوطه برضو ان احنا لسه واخدين بطوله برضو بتاعه السله البطوله العربيه. مبسوطه برضو ان احنا واخدينها لنا فتره وكناش بناخدها. متابعه السله كمان؟ السله والطايره وكله كله. والله. وانت يا خالد؟ طبعا بنتابعهم كل اي لعبه بتاعت الاهلي انت لازم نتابعها. اي لعبه الاهلي بيلعبها لازم نتابعها. يد بقى سله قدم اي كوره مش قدم بس يعني. اي حاجه فيها اسم الاهلي. طيب حاجه للاهلي خلاص معاها. ربنا يديك الصحه يا ام خالد. يعني زي ما قلت لك ده مدرج الشهداء، الصور موجوده طبعا. الحاجات دي برضو دي دكة البدلاء اللي موجودة، اللي بيبقى دايما هو اللعيبة بتطلع. هي دي اوض اللعيبة اللي تحت دي. ايوه اللي مقفولة دي اوض اللعيبة، بيخشوا يغيروا جوه. خالد برضو عشان تبقى فاهم. مؤمن زكريا برضو قاعد هنا ربنا يشفيها. يا رب ان شاء الله. مؤمن طبعا ربنا يا رب ربنا يقومه بالسلامة. فاللعيبة هنا بتطلع من هنا، هنا هتلاقي في صالات الجيم والحاجات الخاصة باللاعبين. و يعني اللعيبة بتطلع من هنا تقعد بقى في الدكة دي. فيعني كده تقريبا انت يعني شفتي كل حاجة تخص النادي الاهلي اللي موجود هنا على الاقل في مقر النادي الاهلي في الجزيرة. اتفضلوا. انا عايزكم برضو تقعدوا عشان خالد كده لما يروح للي ما بيشجعوش الاهلي يقول لهم انا كنت قاعد مكان. وانت برضو ابو خالد؟ ايوه طبعا. تقول لهم انا قعدت في المكان اللي بيقعد فيه المدير الفني وال ايوه كل حاجة واللعيبة. انت بقى بتحب اكتر حد مين بتحبه في اللعيبه اللي موجوده دلوقتي؟ انت قلت لي علي معلول. علي معلول دايما بيقعد هنا، تلاقيه قاعد على الشمال برضه. ايوه. فلانه بيلعب باك شمال فبيقعد ناحيه الشمال. ايوه. رفعاته جامده. في على طول في العادي على الدماغ على طول الرفعات بتاعته علي معلول. جاب جون ضربه الجزاء امبارح الحقيقه كانت. اتفضلوا اقعدوا كده برضه. اقعد بقى انت على يميني يا ام خالد وخالد على شمالي. تعالى اقعد انت هنا يا خالد. اتفضل يا ام خالد هنا. ام خالد المدير الفني الجديد للنادي الاهلي النهارده. هتدينا التعليمات النهارده من المكان اللي احنا قاعدين فيه. ماما كابتن موسيماني يطلع حد ولا كده؟ اقول له طب ليه طلعته ليه؟ ما هو ماشي كويس والله. وانت يا خالد بتعمل ايه؟ طبعا ساعات بتضايق شويه اللي هو تطلع، بس اهم حاجه نكسب الماتش. اهم دي اهم حاجه. واللعيبه بتلعب حلو طبعا، والحمد لله الماتش بيمشي زي الفل كل حاجه. الحمد لله. يعني لو انت قاعده بقى مكان موسيماني وعندنا الماتش الجاي، هتلعبي بمين؟ مين اللي هيلعب؟ الشناوي يلعب؟ بس الشناوي مصاب فعلي لطفي اللي هيلعب. انا العب. تلعبي ايه طيب؟ تلعبي ايه لو انت بتلعبي؟ العب ايه؟ راس حربه يعني ولا باك ولا؟ ممكن راس حربه. راس حربه عشان تجيب اجوان عشان تفرحي الناس. اقول له ده انا اجيبه. وانت خالد؟ طبعا انا بحب العب باك يمين. باك يمين؟ زي محمد هاني يعني. وزي اكرم توفيق. صح؟ بتحبهم الاثنين؟ ايوه بحبهم طبعا. ما فيش لاعب في الاهلي ما بحبهمش. امبارح نزل شويه ولع الماتش صراحه. صراحه كويس جدا امبارح. كان كويس والله. هو نزل سخن الماتش شويه. برضه محمد هاني مش وحش، كويس. ربنا يوفقهم يا رب. ربنا يكرمهم يا رب جميعا. يا رب كلهم يصلح حالهم ويكفيهم الشر. اهم حاجه ويكفيهم شر الاصابات يا رب ان شاء الله. يا رب يصلح حالهم. شرفتينا ونورتينا يا ام خالد. يعني انا سعيد جدا طبعاً جدا. مبسوطه وفخوره ومن جوايا كده بيزغرط عشان ان انا جيت هنا في النادي الاهلي. ربنا يديك الصحه ومتشكرين جدا على قبولك ان انت تكوني موجوده معانا النهارده في النادي الاهلي. دايما النادي الاهلي هو بيتنا الكبير طبعا. احنا دايما بنكون موجودين فيه، احنا 24 ساعه قاعدين في النادي طبعا. فبشكرك جدا يا ام خالد وان شاء الله القادم دايما افضل ان شاء الله. متشكرين جدا. ربنا يخليك. شرفتي ونورتي. متشكرين يا خلود. شرفت ونورت. نورك طبعا. نتشرف ان احنا نيجي هنا طبعا، نشوف استاد الاهلي ولاعيبه الاهلي وطبعا كل حاجه في الاهلي. ده شرف لينا طبعا. طيب ده كان تقريرنا مع ام خالد، مشجعه مصريه اهلاويه وسيده مصريه عظيمه جدا كسيدات مصر الحقيقه. زي ما حضراتكم شفتوا هي جوله بسيطه جدا، بنحاول ان ندخل البسمه على واحده من مشجعات النادي الاهلي.
ربنا يكرمها وربنا يكرمنا جميعا، وان شاء الله نادي الاهلي يظل دائما فوق جميع ابنائه، عشان دايما الكلمه دي بتزعل ناس كتير، فيظل دائما النادي الاهلي فوق جميع ابنائه. شكرا.